في ظل ترقب إعادة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة المنتظر القيام بها في جلسة الأحد المقبل، هل ما يزال سواحلي يحظى بثقة زملائه؟ وفي أكثر أيضا، إضراب في مدينة درنا يهدد حياة مرضى الفشل الكلوي ويعرضهم للموت المحقق، ومدرسة في بلدية قبة وضعها إهمال المسؤولين وصراع الساسة في حال يرثى لها. نبدأ حلقتنا الآن، أهلا بكم جميعا في أكثر. بعض المراقبين فيرون أن أحداث تغيير في هرم مجلس الدولة سيكون بمثابة حجر الدومينو الذي سيطيح بالكثير من الشخصيات الجدلية في غرب البلاد وشرقها. ما فيش من اليوم السابق نحن ما فيش شغل في القسم عشان عندنا مشكلة في الفلوس، سيبنا بلدنا، سيبنا عويل فاميليا ويجي هنا عشان فلوس، ما فيش تخويل من 3 سنين. احنا طارق الطيب الثاسم وصيانا للمدرسة، نبغى وثيقة هامة وبينا، كيفنا كيف المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله، هذه حلقة جديدة لبرنامج أكثر من قناة ليبيا روحها الوطن. السواحلي الناجي من الموت، أو هكذا يحلو لوسائل إعلام مقربة منه أن تصفه مؤخرا، يعود للأنظار مجددا هو والمنصب الذي يشغله لسنتين متتاليتين كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، خصوصا بعد أن وجهت الدعوة مؤخرا لأعضاء المجلس من أجل عقد جلسة إعادة انتخاب مكتب الرئاسة، وذلك صباح يوم الأحد المقبل الموافق 8 من الشهر الجاري بمقر المجلس في فندق المهاري وسط العاصمة طرابلس. وكان المجلس الأعلى للدولة أعاد انتخاب عبد الرحمن السواحلي رئيسا له في 6 أبريل 2017 بواقع 66 صوتا، بينما انتخب محمد عبد النبي الممثل لبلدة أم الأرانب في جنوب ليبيا الغربي نائبا أولا لرئيس المجلس بواقع 57 صوتا مقابل 34 صوتا لمحمد عبد الله تومي في ذلك الوقت. وبقي محمد معزب نائبا ثانيا لرئيس المجلس بعد أن زكاه الأعضاء بسبب عدم تقدم أي منهم للترشح للمنصب، وفشل مساعي إقناع مقرر المجلس الأعلى العجيلي بوسديل في الترشح للمنصب. وكان أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد انتخبوا في 6 فبراير 2016 أيضا عبد الرحمن السواحلي رئيسا للمجلس، وصالح المخزوم نائبا أول، ومحمد معزب نائبا ثانيا. فهل ستجدد الثقة في السواحلي للمرة الثالثة أم سينتخب رئيس آخر من أعضاء المجلس؟ نناقش الأمر وانعكاساته المحتملة بعد متابعة هذا التقرير. بعد ولايتين رئاسيتين لعبد الرحمن السواحلي في مجلس الدولة، تعالت المطالب الملحة داخل المجلس بضرورة التغيير في ظل ما يعتبرها بعض الأعضاء هيمنة مطلقة من السواحلي. باب الانتخابات فتح مجددا، وخاصة وأن مطلب التغيير أصبح مطلبا ملحا، فكواليس مجلس الدولة تشهد هذا الأسبوع مشاورات ومفاوضات محمومة بين كتله وأعضائه للظفر برئاسة المجلس. إلا أن مصادر من داخل المجلس قالت أن السواحلي يؤجل استحقاق الانتخابات الدورية لمكتب الرئاسة إلى أجل غير مسمى بحجة عدم وجود قاعات شاغرة لعقد الجلسة. وفي الخفاء مشاورات وتحالفات جديدة حول المرشحين للمنصب انحصرت بين 4 أعضاء يمثلون تيارات وتوجهات مختلفة. عبد الرحمن الشيباني السواحلي أول المرشحين للمنصب من مواليد عام 1946 مدينة الإسكندرية في مصر، وهو رئيس المجلس لفترتين سابقتين، يقابل برفض على نطاق واسع خاصة في مناطق شرق البلاد، ويتهمه خصومه بأنه يتمتع بدعم لافت من تركيا وقطر. ناجي مختار وهو من مواليد السبعينات بمدينة سبها، ترأس نادي المدينة العريق في طرابلس، ويدفع باستمرار على أن منصب رئيس مجلس الدولة من حق الجنوب. يتمتع مختار بنفوذ واسع وتأثير داخل مجموعة الجنوب في مجلس الدولة، يمتاز بالشجاعة في مواقفه المناهضة للسواحلي. عبد الله علي جوان وهو من مواليد مدينة زليطن عام 1974، منصب عميد الجامعة الأسمرية،
تقول المصادر بأن جوان يتمتع بشعبية واسعة داخل مجلس الدولة ويعتبر أحد أبرز المرشحين لمنصب الرئيس. محمد سعد معزب عضو بالمؤتمر الوطني العام عن مدينة جدابية التي ولد فيها في أربعينيات القرن الماضي، وكان عضوا بالمؤتمر منذ 7 يوليو عام 2012، وينتمي لحزب الجبهة الوطنية للإنقاذ، كما يعد من أبرز عرابي اتفاق سخيرات. وأمام ما يعيشه مجلس الدولة هذه الأيام من أحاديث عن الانتخابات، اعتبر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إجراء انتخابات في هيئة رئاسة مجلس الدولة حالة استثناء من الوضع السابق في حال حدوثها، متسائلا حول إمكانية إتمام عملية تداول سلمي للسلطة داخل مؤسسة ليبية تأتي بوجوه جديدة، خاصة وأنه خلال السنوات الماضية لم يحدث تداول سلمي للسلطة داخل المؤسسات المنتخبة. أما بعض المراقبين فيرون أن أحداث تغيير في هرم مجلس الدولة سيكون بمثابة حجر الدومينو الذي سيطيح بالكثير من الشخصيات الجدلية في غرب البلاد وشرقها، وبأنها ستكون فرصة كبيرة للتجديد وربما بداية لمرحلة جديدة قد تشهد انفراجة على صعيد تعديل الاتفاق السياسي المتعثر والإتيان بحكومة جديدة عوضا عن الحالية التي لم تبسط سيطرتها بعد على كافة أنحاء البلاد. ونثير عدة تساؤلات حول هذا الموضوع مع ضيوفنا أعضاء مجلس الدولة ناجي مختار وأحمد لنجي وسعد بن شرادة. أرحب بكم جميعا. لعلي أبدأ معك سيد ناجي، كيف تقيمون أداء رئاسة مجلس الدولة طوال السنتين الماضيتين؟ سيد ناجي مختار. أهلا سيد نبيل، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقييم أداء مجلس على الدولة، وإن اجتهدنا في ذلك يظل وجهة نظر يختلف عليها ويتفق عليها الكثير. مجلس على الدولة بحكم الاتفاق السياسي له اختصاصات واضحة، لكن بما أن الاتفاق السياسي تعثر ولم يقره مجلس النواب وظل يشكك في صلاحيات او وجود المجلس على الدولة، كان مطلوب المجلس على الدولة اكثر مما كان يقوم به في العامين الماضيين. كان لنا وجهة نظر منذ البداية انه وفي الحالة التي قام بها مجلس النواب بعدم الاعتراف بمجلس الدولة، كان على مجلس الدولة ان يقوم بواجبات اخرى على الاقل في الجغرافيا التي يتواجد فيها في غرب البلاد وجنوبها، يقوم على تصغير مؤسسة الدولة مع قاعدة عريضة من انتخابوه في أثناء فترة الوطن والوطن العام، يمارس النشاط السياسي المطلوب منه. لكن ما على الدولة اكتفى بالجلوس فقط وإبراز بطاقة أو ورقة الاتفاق السياسي والتمثل خلفها، مما جعل ما على الدولة يبقى جامدا إلى فترة عامين كاملين ليس له ما يفعله الا الحديث حول الحوار السياسي ووجود تعديله. ما كنا نتوقعه ونريده ان يتواجد في الجنوب، يتواجد في الغرب، يكون مع الحاضنه الشعبيه التي انتخبته، ان يكتفي ويتمركز في فندق المهاري ويجعل شغله الشاغل هو محاوله التوافق والتواصل مع مجلس النواب. هذا فيما يتعلق بمجلس الدوله بشكل عام سيد ناجي مختار، لكن ماذا عن اداء هيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مجلس الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة، كيف تقيم أدائها في السنتين الماضيتين بما أن هناك نية لإعادة انتخاب رئاسة هذا المجلس في جلسة يوم الأحد المقبل؟ كما ذكرت لك سيد نبيل، نحن على أنا ومعي كثير من الأعضاء أو بعض الأعضاء صح التعبير، هذا وجهة النظر التي أشرت إليها. نعم، لكنك حدثتنا عن أداء المجلس بشكل عام، نحن الآن نسأل عن رئاسته. أداء المجلس كيف تقيمون أداء رئاسة المجلس الأعلى للدولة داخل المجلس؟ نعم، عبر جلسات المجلس. نعم، أداء المجلس اختزل في رئاسته التي هي من جعلته محصورا في محاولة تطوير الاتفاق السياسي بالتواصل مع مجلس النواب، وجعلته قاصرا على ما
ان يكون بالدور الذي اشرت اليه. هو لا نستطيع ان نبقى منتظرين مجلس النواب، نتواصل معهم وهم زملاؤنا ونعرفهم جيدا ولنا كثير التواصل معهم. مجلس النواب يقولون لسنا نحن من يعرقل، بل هناك مشروع غير ناضج لهم اسبابهم، لذلك نحن لا نستطيع ان نفرض على مجلس النواب ان يتجاوبوا معنا، لكننا نستطيع نحن ان نقوم بالكثير. مثل ماذا؟ مثل ماذا سيد ناجي؟ مثل التواجد في الاماكن التي تشهد خلوا كاملا من النشاط السياسي او النشاط في الدوله، مثل الجنوب الليبي الذي انا امثله في مجلس الدوله. توجد مناطق خاليه من اداره الدوله حتى وصل بها الامر الى العبث الكامل في الحياه العامه للناس. اصبح هناك استهتار بكل ما تعني كلمه من معنى في تطبيق اجراءات الاجراءات البسيطه التي يحتاجها المواطن من اجل يوميات الحياه العاديه. نحن غبنا عن المشهد بالكامل. طيب ربما هذه مسائل تتحملها السلطات التنفيذيه كالمجلس الرئاسي في طرابلس لا المجلس الأعلى للدولة. لماذا تحمل مسؤولية إهمال الجنوب مثلا على رئاسة المجلس الأعلى للدولة بدلا من السلطات التنفيذية كالمجلس الرئاسي؟ أنا لا أحمل بقدر ما ألوم. نحن لسنا في باب من يتحمل المسؤولية، نحن كلنا مسؤولون لأن تخبنا على الناس. المجلس الرئاسي جسم تنفيذي له كثير من الأعذار وعدم يعني حتى وجود شرعيته المطلقة في إدارة الدولة بسبب عدم إعطاء ثقة لحكومته وعدم تجاوب الكثير معه. أيضا لا نخلي من المسؤولية، لكن نحن نتكلم فيما يخصنا نحن. وكان سؤالك عن أداء الرئاسة. ما نطلبه هو الفاعلية في الأداء في حال تعثر أو غياب الجميع عن المشهد. لا يوجد خطوات مسبقة أو إرشادات واضحة لإدارة المشهد في ليبيا. الكل يجتهد بما يستطيع، لكن الغياب عن الساحة والتحجز بحجج عدم الصلاحيات وعدم القدرة على العمل هو ما نأخذه عن الرئاسة. في هذا الصدد سيد ناجي مختار، أنت واحد من الأسماء التي يقال بأنها تنافس عبد الرحمن السويحلي هذا العام على رئاسة مجلس الدولة. لو كنت مكان السويحلي طوال العامين الماضيين مثلا، ماذا كنت لتفعل ولم يفعله السويحلي مثلا؟ ذكرت لك في خط عريض أننا أردنا أن نكون موجودين في المشهد، وإن تعدى الأمر إلى اتخاذ إجراءات غير تقليدية، بمعنى أن من أراد أن يساهم في إيجاد الحل يجب عليه أن يتواجد مع الناس في أماكن الصراعات أو الأماكن التي كما أشرت تعاني أوضاع. طيب أنت واحد من أعضاء الجنوب، لماذا لم تذهب إلى أماكن الصراعات مثلا؟ ما الذي يمنعك؟ السويحلي لم يمنع أحدا من التوجه إلى دائرته الانتخابية والوقوف على صراعاتها ومشاكلها. نعم سيد نبيل، ليس الذهاب لغرض الإصلاح أو المصالحة بين الناس، الذهاب في سلطة واضحة. الناس لا تفرق بين ما جعل الدولة ومجلس النواب ومجلس الرئاسي. الناس يطلبون حضور الدولة. عندما تخبر في شخصك وتعرف بنفسك أنك نائب، لم يكن لك كثير التأثير الذي تطلبه ويطلبه الناس. نحن نريد أن نفعل بصفة الدولة حتى عندما نخاطب الجميع يكون خطاب بصيغة التفعيل وصيغة الأمر، ليس الحضور الكل يفعله، لكن يظل قاصرا لأنه لا يحمل صفة وقدرة على الفعل. ما يطلبه الناس هو دولة حاضرة بعيد عن الأسماء. ليس كل الناس مثقفين لدرجة أنهم يعرفون الجسم وصلاحياته وما يطلب منه. عندما ينتخبك ناس بصفة عضو المؤتمر الوطني من جغرافيا معينة يتبهور بهم الوضع، يوجهون لك أصابع النوم بعيدا عن منصبك الحالي وما تقدر عليه وما لا تستطيعه. ما أريد أن أشير إليه بشكل واضح أننا ما طمحنا إليه بعد الاتفاق السياسي هو أن نكون حاضرين برفع المعاناة عن الناس، لكن ما فعلناه في مجلس الدولة أننا بقينا في مكاننا وكأننا انتخبنا بالأمس. سيد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، أهلا بك في برنامج أكثر. هل ما يزال عبد الرحمن السويحلي مرغوبا به رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بعد سنتين متتاليتين من رئاسته لهذا المجلس أم لا؟
اهلا بك سيد نبيل وبضيوف الكرام. لا شك يعني الان مجلس على الدوله في لائحته الداخليه تقول ان رئاسه المجلس الدوله تجدد لكل سنه وتزيد هذه الرئاسه يحق لكل عضو ان يتقدم باسمه والفيصل هو الصندوق. كون ان الان يعني بخصوص الرئاسه الان نحن يوم الاحد ان شاء الله عندنا يعني انتخاب وحيتقدم اسماء الذين يرغبون في مجلس الرئاسي والفيصل هو ديمقراطيه نحن الديمقراطيه اخذناها والفيصل هو الصندوق يعني. لكن الصندوق طوال فترتين متتاليتين كان يختار عبد الرحمن السويحلي رئيسا لهذا المجلس بأغلبية أصوات المقترعين من أعضاء المجلس الأعلى للدولة. هذه المرة الولاية الثالثة هل ما يزال السويحلي يحظى بنفس الفرص طوال العامين الماضيين أم سوف تكون النتائج مختلفة؟ والله أنا أعتقد أنها حتكون النتائج مختلفة لأن بعد سنتين أن فيها مرشحين بارزين الآن يعني فأنا أعتقد أن حتكون فيه منافسة قوية وإن شاء الله حتكون حتى الانتخابات حتكون على الهواء مباشر على الليبيين وأنا أعتقد أن حتكون في منافسة قوية على 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 المكتب الرئاسي يعني. أعتقد أن ما فيش حد إلى حد الآن أن في أحد يعني على الأقل داخل المجلس الرئاسي أن أي شخص معين عنده حظوظ أوسع ولكن متقاربة يعني الأصوات متقاربة بين الزملاء وأعتقد أن حيكون في تنافس وهذا اللي نطمح له نحن أن هذا التنافس اللي هو التنافس الديمقراطي يعني. السيد أحمد لانجي أهلا بك في برنامج أكثر أنت أيضا. ما حظوظ مكتب الرئاسة الحالي في انتخابات جلسة يوم الأحد المقبل في المجلس الأعلى للدولة حين إعادة انتخاب رئاسة هذا المجلس؟ أهلا وسهلا بك بضيفيك الكريمين للمشاهدين. والحقيقة كان هناك ميزة للمجلس الأعلى للدولي أنه سمح بتجديد انتخاب مكتب الرئاسة سنويا. بمعنى أن هناك في تداول كلي على السلطة. هذا الموضوع أعضاء المجلس هم الذين يقررون من يكون في هذا المكتب أو في هذه الرئاسة. ولذلك هناك منافسة شديدة أو قوية في هذا الخصوص ولكن على كل حال هو يقتري الحظوظ للسيد السويف ولكن قد تكون هناك مفاجآت من هذه الانتخابات قد تكون هناك مفاجأة في هذا الخصوص ولكن أنا شخصيا مرتاح أن هناك في تداول كلي للسلطة في داخل المجلس الأعلى للدولة لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أبدا على الإطلاق وبالتالي هذا التداول السلمي للسلطة في مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة يشكر عليه المجلس بكامل أعضائه وهي سابقة كبيرة جدا ومهمة جدا في التداول السلمي على السلطة. النهاية بكل القرار هو قرار أعضاء المجلس الأعلى للدولة في هذا الخصوص. فلا أستطيع أن أتحدث عن ما هي النتائج لأن زي ما أنت عارف هذه النتائج قد تكون هناك مفاجآت في هذا الخصوص لأن هناك فيه الآن منافسة قوية جدا بين بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة للوصول إلى مكتب الرئاسة. هل تعتقد بأن الانتخابات هذه المرة أو هذا العام سوف يعني مختلفة أو على الأقل معطيات ومؤشرات ما قبل جلسة الاقتراع؟ المؤشرات والمعطيات مختلفة عن الجلسات السابقة وعن الانتخابات السابقة؟ أنت تتحدث عن إمكانية حدوث مفاجآت لكن إلى أي مدى يمكن أن نقرأ فعلا مؤشرات يمكن أن تفضي إلى مفاجآت يوم الأحد المقبل؟ يبدو أن الاتصال انقطع بسيد أحمد لانجي نعيد الاتصال به تحت الهواء. السيد ناجي مختار
يعني كنا نسمع عن ملاحظات وانتقادات توجه من داخل أعضاء مجلس الدولة إلى رئاسة المجلس تحديدا إلى السيد عبد الرحمن السويحلي، يعني لن أغوص في ذكرها كثيرا، يعني نتمنى أن نسمع منكم أنتم تعليقا عليها بشكل عام. يعني هذه انتقادات واتهامات كانت تأتي من داخل المجلس، من ألسنة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة. أنت في بداية النقاش كنت تتحدث عن المجلس الأعلى للدولة وأدائه مع الوضع العام في ليبيا، لكن ماذا عن أوضاع المجلس داخليا؟ كيف تسير هيئة الرئاسة أو مجلس رئاسة المتمثلة في رئيسه أولا عبد الرحمن السويحلي الجلسات والجو العام داخل المجلس، خصوصا على ضوء اتهامات وانتقادات خارجة من بعض الأعضاء من المجلس؟ فيما يخص إدارة المجلس، إدارة المجلس الداخلية صح التعبير، هذه وجهة نظر أنا لا أريد تفسير الاهتمام. أنا اعتراضي كان على التوجه العام في فكرة المجلس وانبثاق من الاتفاق السياسي وما هو مطلوب منه على وجه العموم. الشأن الداخلي وحتى موضوع الجلسات وهي جلسة كل شهر كان عمل روتيني ليس أكثر، ليس فيه كثير المواضيع التي أثرت في الشأن العام. يعني أنت تتكلم على عامين متتاليين من العمل، أكثر من 27 جلسة لا ترى فيها أي مخرجات، وبالتالي كان الأمر فقط هو لإثبات الوجود على الساحة السياسية من أجل الحفاظ على فرصة الحوار السياسي مع مجلس النواب. لم يكن هناك عمل جماعي، عمل له مخرجات، ما رأيناه فقط هو الحوار الذي حدث في مدينة تونس العاصمة. بعض النشاط العام في يوميات المجلس موجود المجلس في فندق المهاري، وهو مكان عام حتى من ناحية تنظيمية تجد صعوبة العمل فيه. المجلس ما رأيته أنا وما وصل إلي من كمخرج عام لأدائي أنه فقد الأساس من وجوده، وهو أن يكون مؤثر في الشأن العام من أجل إصلاح ذات البين ومن أجل قيام مصالح الدولة بواجباتها. المجلس انحرف واعتزل في منطقة المهاري وفقد وجوده الحقيقي. كثير الناس لا يعرف هذا المجلس إلا عن طريق شخص الرئيس فيه، وهذا الأمر رتب حتى على الأعضاء عدم التواجد. ذلك أن السلطة التنفيذية في الدولة لها وجهة نظر في التعامل مع مجلس الدولة، لا ترى له وجود حقيقي إلا من خلال العلاقات. لم تكن الرئاسة حريصة على فرض المجلس كجسم له تأثير في تواصله مع السلطة التنفيذية، وبالتالي هذا أكثر ما يمكن الحديث عنه بعيدا عن تفاصيل الأداء اليومي والتي لم يكن فيها كثير التعليق. بالتالي تغيير الرئاسة يوم الأحد المقبل سيد ناجي، كيف يمكن أن يغير هذه الأوضاع الراكدة على مدى أو على سياق مخرجات المجلس الأعلى للدولة في القضايا العامة؟ ربما حتى لو تغيرت الرئاسة سوف تبقى الأوضاع هي، لأن الوضع العام حول المجلس الأعلى للدولة لم يتغير. بالتالي كيف يمكن أن تفيد مسألة تغيير رئاسة المجلس على أدائه ومخرجاته في الشأن العام؟ نعم سيد نبيل، هذا سؤال مهم. المكتب الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين بالإضافة إلى المقرر. الرئيس والنائبين حكم التقسيم الجغرافي لليبيا، وما جرت العادة عليه من بعد ثورة فبراير أن يكون المكتب الرئاسي ممثل الأقاليم الثلاثة في ليبيا. هذه الأقاليم عندما يكون لها نائب موجود في المكتب الرئاسي، المفروض في هذا النائب التواجد في الإقليم للوقوف على عين المشكلة أو عين ما يحتاجه يحتاج هذا الإقليم من أجل تبعيد الدولة والتواصل مع الحكومة التنفيذية والإعداد القادم. المكتب الرئاسي ممثل في الرئيس والنائبين
لم نستخدم هذا النشاط في السابق، فقط في الرئيس يتحرك ويقوم بزيارات، اما النواب فهم الا اللهم من بعض الاقاده التلفزيونيه، لا نرى لهم عمل حقيقي، خصوصا الامر في شخص الرئيس. اذا كان نائب الجنوب لا يتواصل مع اهل الجنوب ويتفاعل مع مشاكلهم ويكون هو الرابط الاساس بينهم وبين الحكومه التنفيذيه وتبديل الصعاب في ايصال كل ما يحتاجه الاقليم من خدمات ومن الاحتياجات اليوميه، يكون النائب غير موجود على الحقيقه. المكتب الرئاسي بتغييره الجديد نطمح ان يكون له هذا الاثر، النائب عن الجنوب يجب عليه ان يعلم ما هو مقبل عليه، وايضا كذلك نائب الشرق بالاضافه الى نائب الغرب بعيدا عن الرئيس، من يكون الرئيس ومن يكون النائب. النائب ليس بديلا عن الرئيس في حال الغياب باي سبب، النائب هو حصه اصيله للاقليم في المكتب الرئاسي، يطلب منه كل شيء، هذا ايضا ينسحب على حكومه الوفاق والمجلس الرئاسي فيها. النائب يمثل الاقليم كحصه اصيله يطلب منه كل شيء فيما يخص الاقليم. القول بان هذا النائب يتم انتخابه ليبقى فقط في الجلسه ويلاحظ ونقول ان لنا نائب يجلس في جوار الرئيس، هذا امر ليس مطلوبا ويحسب التفضيل للراي العام. اذا كنت نائبا على الاقليم مطلوب منك اعمال يجب ان تدركها، ومطلوب من النواب ايضا مساءله هذا النائب في عن ادائه طيله المده السابقه او من يتقدم يجب عليه ان يلتزم امام النواب بمشروع واضح يسال عنه. لا نستطيع ان نقول اننا نغير مكتب الرئاسي فقط لتبديل الاسماء، من يتقدم يجب ان يكون له رؤيه واضحه يلتزم بها امام الاعضاء، تكون حجه عليه في مناقشته فيما بعد وسؤالي عن ماذا انجز فيها. لكن ألا تحمل هيئة الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة أكثر من مهامها؟ أليس بحسب اللوائح الداخلية مكتب الرئاسة دوره لا يتعدى مسألة إدارة الجلسات وتنظيمها لا أكثر، وليس اختصارا للمجلس الأعلى للدولة؟ ليس هذا فقط هو المطلوب منه. المجلس الأعلى للدولة سيدي كما أشرت لك كجسم وهو احد مخرجات الاتفاق السياسي الذي نتج منه ايضا البرلمان ونتج منه حكومه الوفاق او الحكومه التوافقيه المقترحه، هذه الاجسام الثلاثه مطلوب منها اداره المشهد للوصول الى الانتخابات والدستور والمشهد الدائم في ليبيا. اذا في حال التزام الجميع بالاتفاق السياسي يكون العمل تضامن، لكن ما حدث في الحاله الليبيه ان حدث خلاف على هذا الاتفاق السياسي بعدم تضمين البرلمان او مجلس النواب لهذا الاتفاق السياسي باللام الدستوري، وبالتالي لكن هذا لم يؤثر عليكم سيد ناجي، يعني تؤصل او تعيد المساله الى مساله تضمين اتفاق الصخيرات الذي انبثق عنه المجلس الاعلى للدوله وباقي الاجسام، يعني لكن هذا لم يؤثر عليكم كمجلس اعلى للدوله، انتم شكلتم انفسكم وبداتم العمل من طرابلس، هذا لم يؤثر عليكم، لم نرى ذلك التاثير مثل ما تتفضل. وهذا ايضا امر اخر يتم الحديث عنه. يا سيدي نحن لم يؤثر علينا في التكوين لكن اثر علينا في العمل. عندما تكون مجلس اعلى للدوله بحكم الاتفاق السياسي كان عليه ان يمضي فيما قدم لاجله، نحن تكون المجلس وبقي ان يتغير الوضع دون ان يكون لنا سبب مباشر في هذا التغيير، يطالب الجميع بالالتزام، لكن اذا لم يستجب الجميع يجب ان يكون لنا خيارات اخرى في العمل. نحن من كما اشرت لك من مدن ومن قرى مختلفه لا تتوقف طلباتهم والحياه فيها تتعثر. المجلس على الدولة لا يجب أن يتكون فقط ويبقى، يتكون ليعمل، لكن ما شاهدنا أنه تكون ليقول أنا موجود فقط، ليس له تأثير حقيقي في المشهد الآن. يا سيدي ما الذي يمنعكم من أن تعملوا مع المجلس الرئاسي على تذليل هذه الصعوبات وتحقيق هذه المطالب؟ ما الذي كان يمنعكم؟ لا يوجد توثيق واضح، لا يوجد بأي معنى واضح. بأي معنى سيد ناجي بأي معنى؟ بمعنى الظروف الحاصلة في الدولة الليبية، لا يوجد توثيق واضح بين المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق، الوزراء لا ينظرون إلى المجلس الأعلى للدولة وأعضائه
بعلاقه بصوره ذات يعني تفهم لها مقصده ان ليس علاقه واضحه، علاقه العمل، هل هي علاقه تجاريه، هل هي علاقه الطلب، هل هي علاقه التعاون، لم تحدث هذه العلاقه نتيجه لعدم دخول مجلس النواب في الاتفاق السياسي، ظلت العلاقه خاضعه للعلاقات الشخصيه، خاضعه للتواصل الشخصي بالنواب، وهذا في الغالب لا ينتج مشهد، نحن نعلم ما يعنيه المكتب الرئاسي. كافه المدن في ليبيا توجد فيها كثير المؤسسات، ما يعطلها هو عدم وجود اجسام او جسم من الدوله يتبنى تفعيل هذه المؤسسات. طيب. ما نشهده هو غياب لجسم يقف وراء مؤسسه الدوله ليشرف على تفعيلها بحكم الجغرافيا وتباعد مجلس النواب عن العاصمه ووجود مجلس الدوله في العاصمه دون خصوصات تشريعيه وتنفيذيه او طيب. حتى تنفيذيه واضحه جعل المشهد غير واضح، وبالتالي جعل المشهد غير واضحا. دعني انقل هذه النقطة للسيد سعد بن شرادة. سيد سعد بن شرادة، حتى يغدو المشهد واضحا مثل ما يطلب السيد ناجي مختار، يعني هل انت مع ما يشبه مبدأ المحاصصة عند تشكيل مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في هذه المرة في السنة الثالثة وفي جلسة الأحد المقبل أن يكون هناك عضو أو نائب في مكتب الرئاسة عن كل إقليم أو عن كل منطقة من مناطق ليبيا الرئيسية الثلاث، أم 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 تنظر إلى الأمر بشكل مختلف تماما؟ والله يا ريت سيد نبيل، إذا كان نظرنا يعني ان نحن نأسس دولة، لا انا شخصيا لا اتقبل هذه المحاصصة، ولكن للأسف الشديد وبمرارة ان هذه المحاصصة ترسخت في فينا من 2011 وارتضيناها، وايضا حتى في دستور اللي كتب يعني كان هناك في هذه المحاصصة، فيبدو ان هذه المحاصصة يعني ابدت في ليبيا هي يعني خلاص مسلم يعني، ولكن ارتضيناها في هذه الفترة بخصوص المجلس الرئاسي. يعني بالتاكيد يعني من السنتين السابقتين انتخابنا كان على المحاصصه هي بالاقاليم الثلاثه. طبعا في زي ما يعني في الفتره اللي كانت في بدايه الانتخاب كان المطالبه بان مجلس الدوله تكون رئاسه من الجنوب. كما تعلم ان مجلس النواب رئاسه من الشرق، حكومه الوفاق من الغرب، فمجلس الدوله يكون من الجنوب. وهذه المخرجات الثلاثة. ولكن تم يعني الحديث عليها في القاعة وتم فصلها بتصويت، وكانوا ممكن حظ أهل الجنوب ممكن لقلة العدد لم ينجحوا في تمرير هذه الرؤية أو هذه وتم انتخاب الرئيس من المنطقة الغربية. الآن يوم الأحد حيتقدموا للرئاسة من جميع الأقاليم. نعم. يعني هناك من الجنوب، هناك من الشرق، هناك من الغرب، لتقديم في مجلس الرئاسي. والصوت يعني إن شاء الله يعني حيكون يحسن، إذا كان جاء الرئيس من الجنوب حيكون نواب من الشرق والغرب، وإذا كان جاء الرئيس من الشرق حيكون الغرب والجنوب نواب. وهذا ما نطمح له يعني، وخاصه انا نراه كعضو مجلس على الدوله وخاصه في هذه الظروف، يعني هي حسنه للمجلس للدوله للتداول على السلطه في الوقت اللي كان تشدد فيه في السلطه بعض في المناصب حتى في المناصب المتوسطه والدنيا. نعم سيد بن شرادة، ما لا افهمه أريد أن أسمع منك هذا تفسيرا لهذا الأمر. دائما نجد اتهامات جاهزة لكل من يتحدث بلغة الأقاليم الثلاثة، برقة، طرابلس، فزان، دائما هناك اتهامات جاهزة ضده ويتهم بأنه انفصالي وبأنه فدرالي ويدعو للتقسيم وما إلى ذلك.
وهذه الاتهامات في الحقيقة تخرج من أناس حينما يأتوا إلى تشكيل المناصب وإلى مسألة الكراسي والسلطات العليا، يعني هم أول من يدفعون بمسألة الأقاليم الثلاث والمحاصصة على ثلاث. كيف يمكن تفسير ذلك؟ أن يتهم من يتحدث بهذا بالانفصالية وبالتقسيم، وتجد من يتهمونهم بذلك هم أول من يدعون إلى تقسيم المناصب والهيئات العليا على ثلاث، فما معنى؟ هل هذا انفصام في الشخصية عند في العقلية الليبية أم ماذا؟ هو قريب للريت الوضع الحالي اللي الان فيه نحن في الليبيين، يعني لو تشخص الحاله الليبيه يعني فعلا تدي دراسه وانفصام، يعني فعلا فيها في حاجات غريبه تحدث في ليبيا الان عندنا، يعني حتى دعاة السلام تلقى ناس يجوا ناس عراقيه وناس حاملين كتاب الله وغيره يدعوا للسلام، وثاني يوم تقارب بالنسبة ويقاتل، يعني شيء غريب يحدث. ولكن ريت نقول لك حاجة، ريت عن إذا كانت المئة النئاني بالنسبة مثل للقدرات سواء كان في القيادة أو في أي مجال، يعني لا شك أن الليبيين عندنا جنوبا وشرقا وغربا، والآن لضعف الدولة وعدم بناء مؤسسات الدولة الحقيقية، الآن أنت لابد أنك تتماشى مع واقع، هو واقع مريض، واقع محاصة حتى تبنى الدولة. ولي يطمك أخي نبيل أن بعد تبنى الدولة الحقيقية التي يكون لها ذراع في المؤسسات القوية المتمثلة في الجيش والشرطة، لا يكون هذه المحاصصة، سوف تنتهي هذه المحاصصة بالتأكيد. ولكن في الوقت الحالي الآن إذا لم تقول مثلا الشرق ما تعطيش حصة يفكر لك المواني، الجنوب يفكر لك المية، الغرب مش عارف يفكر لك الوزارات والهيئات والمباني الحكومية الموجودة عنده، وأنت الآن لا عندك ذراع تنفيذي إنك تش، فلازم إنك ترضى في هذه الظروف وفي هذه الأحداث اللي تمر بها ليبيا للمحاصصة، ولكن سوف تنتهي هذه المحاصصة بعد تبنى دولة أركانها الدولة من جميع أركانها. سيد لانجي، طبيعي يعني إن الآن نعم سيد لانجي كنت تتحدث عن إمكانية حدوث مفاجآت في إعادة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة هذه السنة الثالثة منذ أن شكل المجلس. هذه المسألة تجعلنا نتساءل، ما هي أبرز ملاحظاتكم على السويحلي على أدائه بطبيعة الحال كرئيس المجلس الأعلى للدولة؟ ما أبرز نقاط ضعف هذا الرجل حتى يعني تتشكل فرص ربما تكون مفاجئة وقوية لمنافسي هذا العام؟ سيد فارس، كيف من نقاط الضعف ونقاط القوة؟ هذه المواضيع يجب لا تناقش، لا أتحدث. طيب لماذا؟ ما المشكلة؟ نحن ننتقد أداء رئاسة، نعم، ما المشكلة التي يمكن أن تجدها في إبداء ملاحظاتك على أداء رئاسة المجلس؟ الأساس هي حتى الآن هي نعم، لم نسمعك عذرا أستاذ أحمد. نعم ماذا كنت تقول؟ هي الآن نعم أكثر حظوظ سيد السويحلي أكثر حظوظا حتى هذه الساعة، ولكن هذه انتخابات وهناك اجتماعات قد تحدث مفاجأة في جلسة التصويت، قد تحدث وهي دائما يعني غير مضمونة 100%، ولكن هذا هو التداول السلمي للسلطة وهو الصندوق الذي يقرر من يكون في مكتب الرئاسة. طيب لما برأيك سيد لانجي، لما برأيك ما يزال يحظى السويحلي بفرص جيدة ليرأس مجلس الدولة للعام الثالث على التوالي؟ أنا الأسباب حكون سريعا وأمينا معك، أن هذا الرجل استطاع أن يحافظ على هذه المؤسسة، واستطاع
أن يتواصل مع مجلس النواب، استطاع يتواصل مع الحكومة، استطاع أن يتواصل مع الدول الإقليمية والدولية في هذا الخصوص. هذا الرجل هو الآن منفتح ومد يد للجميع، يجب أن يفتن بكل صراحة ما له وما عليه. هذه الساعة هو لها تواصل كامل، لها تواصل مع مجلس النواب، ولها تواصل مع رئيس مجلس النواب، ولها تواصل مع السيد السراج، ولها تواصل مع بعض دول الإقليمية والدول والمجتمع الدولي. فهو شخصية الآن معروفة. الآن لو كتب له بحبوبة كان جيدة في الانتخابات الرئاسية الثالثة، سيكون تواصل أكثر وعمل أكثر، خاصة إذا طعن مكتب الرئاسة بوظوف جديدة معتدلة تستطيع أن تعين وتفتح باب التوافق مع جميع المؤسسات الموجودة في الدولة وكذلك مع بعض الإقليمية والمجتمع الدولي. نحن الآن نتحدث عن أن هذه المؤسسة المجلس الأعلى وواحد المؤسسات المنضبطة على الاتفاق السياسي وهو مجلس النواب، مجلس الدولة والمجلس الرئاسي، نستطيع أن نتوافق، والآن نستطيع أن نتوافق الآن على خروج على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي من ذات أعضاء وخروج الحكومة. الآن نبحث الآن نحن بوجه السرعة على كيف نطور المجلس الرئاسي الجديد وكيف نستطيع أن نشكل حكومة وتبشر العمل. هذا ما تريد الناس الآن، ماشي همهم السياسة قاعد عديلة قاعد أو مشاء أو عدة. نحن الآن نسعى بحال حالة الأزمة السياسية محاولة رفع معاناة الناس، توحيد مؤسساتنا، هذا لا يكون إلا بخروج حكومة وحدة وطنية واحدة، وهذا لا يكون إلا بعد ما نتفق مع مجلس النواب على خروج مجلس الرئاسي وحكومة منا. نحن الآن نبحث في هذا الموضوع. سيد لانجي، تثني على أداء عبد الرحمن السويحلي كرئيس للمجلس الأعلى للدولة في تواصله مع مجلس النواب، مع المجلس الرئاسي، مع أطراف الخارجية، لكن ماذا عن تواصل السويحلي معكم أنتم باقي أعضاء المجلس؟ حدثني عن علاقتكم، عن تواصله معكم داخل المجلس. نعم سيد فاضل، نحن أعضاء منتخبين من الشعب أيضا. انتخاب صحيح وسليم في 2012، نحن نمثل كافة الشعب الليبي. اللي يبي يشتغل يستطيع أن يعمل، لا يتكل على الرئاسة. هناك عندنا أعضاء يقومون بمجهودات فردية في التواصل مع مجلس النواب وفي التواصل مع الـ مع الـ مع الاستضافة والتواصل أيضا مع بعض الدول الإقليمية والدولية بمبادرات فردية، ولكن منظمة. الذي يريد أن يشتغل الساحة مفتوحة بالتابع. نحن نبحث الآن على كيف نرفع المعاناة عن الناس، ونحن فعلا بتواصلنا مع الحكومة استطعنا أن نحل كثير من المشاكل ونرفع كثير من المعاناة على كثير من المواطنين. نقوم بذلك بصفتنا أعضاء خدمين عن الشعب الليبي، ولا نركم لأن المكتب الرئاسي أو الرئاسة المكتب لا، المفروض هي تشتغل ونحن نتفرج، لازم نحن نتعاون، لازم نحن نعمل، لازم نتحرك نشتغل ونصرف من جيوبنا في هذه السفريات وفي هذا الاتصال. هذه حقيقة ممثل الشعب الليبي حقيقة يجب أن يعمل ويتحرك، ترى الحرية الكاملة في ذلك، لا حد حيعارض. سيد ناجي مختار، من يريد أن يشتغل فالساحة مفتوحة أمامه، هذا ما قاله بالحرف السيد أحمد لانجي. يا سيد نبيل، هذا العمل الذي أشار إليه السيد أحمد نحن لم نلحظه. هو تكلم عن العمل المطلوب هو التواصل مع مجلس النواب والتواصل مع حكومة الوفاق طيلة عامين. إذا كان هذا التواصل يحدث نحن لم نرى له نتائج. السيد أحمد أشار إلى أنه يجب أن يتجدد المرة الثالثة حتى يكون له نتائج، لكن معاناة الناس لا تستطيع أن تنتظر هذه المغامرة لنتأكد من صدق النظرية. نحن ما نعانيه لمدة عامين لم يتغير، وهذا الجهد الذي أشار إليه
العذر بما أنتج لا نرى له فائدة. نحن نعلم أن سيد أحمد يبذل جهدا في التواصل ونحن نقر له بذلك، كان له كثير المحاولات في التواصل مع النواب والنواب أيضا نحن نتواصل معهم. الخلافات لا نستطيع الآن أن نتكلم عن تفاصيلها بقدر ما هي تستعصي على الحل. أيضا من أهداف التغيير هو دعوة الجميع للتغيير لعلنا نصل إلى مشهد أفضل. المشهد لهم حتى لو نظرنا للمشهد من ناحية سياسية فيه كثير من الجمود الذي يحتاج إلى الحلحلة. أحد الأهداف الثانوية أراها وليس الأساسية هو للتغيير هو الذهاب إلى خطوات متقدمة في العمل السياسي والسعي إلى الوفاق. التواصل من أجل إنجاز مشهد في ظل الرئاسيين الحاليتين قد لا يكون ممكن، فلماذا البقاء والانتظار؟ من أهداف فبراير الأصيلة هي إتاحة الفرصة للجميع. كيف نختزل المشهد ونقول لا يمكن إنجاز حل إلا في ظل فلان أو في ظل الرئاسة الفلانية؟ أين الهدف الرئيسي من ثورة فبراير وهو إتاحة الفرصة والسماع من الجميع وإتاحة الفرصة لإظهار أفكار جديدة؟ عامين من التواصل في ظل ظروف صعبة ونطلب عاما آخر دون وجود ضمانات لهذه النتائج، وفي حالة الفشل الكل يحمل الطرف الآخر نتائج هذا الفشل. إذا سألت الآن العامين الماضيين على من نحمل هذا الفشل، سوف تجد الكل لديه من المبررات ما يجعله هو الضحية ويطلب من الجميع الوقوف معه. لذلك التغيير له كثير من الفوائد، من أبرزها إظهار أصل المبدأ وهو إتاحة الفرصة وتداول السمع نفسه. هل تعتقد أنه لديك هذه الفرصة؟ كنا نسأل عن فرص سويحلي في أن يختار للمرة الثالثة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، لكن بما أنك واحد من المترشحين هل تعتقد أو تظن بأن لديك أو تملك الفرصة لأن تفوز بمنصب الرئاسة عند الاقتراع يوم الأحد المقبل إذا ما حصل ذلك؟ هذه واحدة من المفارقات يا سيد أحمد التي أشار إليها سيد أحمد، سيد نبيل التي أشار إليها سيد أحمد دون أن ينتبه. الكل يتحدث عن شخص الرئيس، نحن مكتب رئاسي يتكون من رئيس ونائبين. طيلة العامين الماضيين لم نرى عملا إلا بشخص الرئيس. هذا العمل الذي أشار إليه سيد أحمد هو يصر عليه أن الرئيس تواصل وقام بالمحافظة على المجلس وأشار إلى كثير أعماله. نحن نطلب هذا العمل أن يكون مشتركا مع النواب، سواء كان ناجي مختار رئيسا أو نائبا في المكتب الرئاسي. العمل مطلوب من الرئيس ونائبين. بما تفسر ذلك أستاذ ناجي؟ سيد ناجي، بما تفسر ظهور الرئيس فقط أكثر من نائبيه أو باقي مكتب الرئاسة في المشهد في إدارة ورئاسة المجلس الأعلى للدولة، بما تفسر هذا الأمر؟ هذه أحد الأسباب التي دعتنا إلى التغيير. نحن لكن كيف تفسر حدوثه؟ كيف حدث ذلك؟ بما تفسر ذلك؟ الحالة مفسرة لنفسها، الأمر تم اختزاله بالكامل بشخص رئيس. النواب رضاء أو كرها لا نرى لها مشاركة حقيقية. هل بسبب ضعفكم هل بسبب ضعف النواب أم بسبب يعني قوة شخصية الرئيس مثلا؟ يعني ربما المشكلة ليست في الرئيس في سويحلي وإنما في نوابه. لا نستطيع أن نتكلم عن قوة وضعف. إذن أنت تعطينا وجهة نظر سيد ناجي، تقول لا يعني أنت بين السطور وكأنك تقول سويحلي يستحوذ على رئاسة المجلس الأعلى للدولة لأنه لا يظهر في المشهد إلا هو أكثر من باقي مكتب رئاسته، بالتالي بما تفسر ذلك؟ هذا ما ذكره السيد أحمد عندما قال أن الرئيس تواصل وأنجز وهو من يفتح وهو رجل منفتح ويطلب من الجميع التواصل ويؤكد على ذلك. إذا كان الرئيس بهذه الفعالية وكان معه نائبين أيضا يمثلون في الفعالية لوصلنا إلى نتائج كبيرة، لكن اختزال المشهد بشخص الرئيس هذه من السنن التي يجب أن نتجاوزها. نحن عندما نختار رئيس ونائبين العمل نطلبه أن يكون متكاملا من الجنوب والشرق والغرب، لكن عندما يجتهد الرئيس وهو من المنطقة الغربية فقط في إنجاز العمل كله كل العمل، ما هي الضرورة لاختيار نائب من الجنوب أو نائب من الشرق؟ واحدة من أسباب التغيير هو أن يكون العمل
متكامل يتشارك فيه الرئيس ونائبين وايضا الاعضاء. فرص التغيير او فرص يصير نجم ستار او احد المترشحين كما اشار لك الاعضاء الحكم فيها ابو فيصل هو الصندوق. نحن نسعى الى التغيير حتى نظهر ان ما قامت من اجل فبراير وما يطلبه منا عامه المدنيين هو اظهار المبادئ على شكل افعال. طيب شكرا لك سيد ناجي، وضحت فكرتك. سيد سعد بن شراد، هل من السهل عليكم كاعضاء في المجلس الاعلى للدوله التواصل مع رئاسه المجلس في جميع الامور؟ دعني اقول يعني ان كنا نتحدث عن ظهور شخص او اثنين في المشهد من قبل المجلس الرئاسي، نسال عن بقيه الاعضاء، هناك اعضاء كثر من مختلف المناطق، اين هم من المشهد؟ لماذا لا يظهر من المجلس الاعلى للدوله الا السويحلي بحسب شهادات بعض الاعضاء من المجلس؟ فكيف هو التواصل بينكم وبين الرئاسه؟ هو ريت اولا الظهور، كيف تعرف ان الظهور؟ تو عندكم على سبيل المثال في ذاعتكم الكريمه عندكم ارقام اشخاص معينه مثلا سواء كان في التنفيذي او التشريعي او غيره وتتواصلوا معهم دائما، فبالطبيعي المشاهد الكريم حينظر وجه سين وصاد وياء. ريت لا نحن لا نتحدث عن الظهور الاعلامي سيد سعد، لا نتحدث عن الظهور الإعلامي، وإنما نتحدث عن الظهور الرسمي، بمعنى السويحلي مثلا متهم بالاستحواذ على المجلس الأعلى للدولة وإصداره بيانات لمواقف عامة باسم المجلس من دون الرجوع إلى باقي الأعضاء أو حتى عقد جلسات بخصوص تلك المواقف، هذا ما نتحدث عنه. أريد ما أقول لك حاجة، أنا بالنسبة ما يحدث في المجلس الرئاسي أو رئاسة السيد السويحلي بالنسبة أنا كعضو لن نلاحظ إلا مرة واحدة أن السويحلي طلع في بيان و و و و وكان ردنا كأعضاء مجلس الدولة وأنا أحد منهم في نفس اليوم، ونسينا هذا البيان أن أخرج من مجلس الدولة هذه المرة الوحدة التي أشهدها، ولكن غيرها نحن قراراتنا مجلس الدولة قرارات جماعية عندنا لجان تخدم، ولكن اذا كان الناس بتقول لا والله هو متمثل بسويحلي، احنا نسمع في حتى في بعض الناس يعني للاسف الشارع وهذه مدلومه، يعني شخص مرات يكون الله غالب هذا حد معرفته يعني. لا هو في الحقيقه هذا الاتهام سيد سعد يخرج من اعضاء من المجلس انفسهم، يعني الناس كانوا يسمعون هذه الاتهامات من قبل اعضاء من داخل المجلس الاعلى للدوله. أنا كعضو في مجلس أعلى الدولة ومواظب ولم نتخلف على أي جلسة من بداية من السنتين من تكوين مجلس أعلى الدولة. نحن مجلس أعلى الدولة إن صح نسمع في اتهامات، أنا قلت لك حتى في 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 الإعلامكم وغيره في اللي يقول لك والله مجلس السويحلي، يعني سمي مجلس الدولة مجلس السويحلي، ولكن هذا إحنا ما يهمنا إن الشخص يقول أو غيره، ولكن يهمنا في المخرجات. نحن كمخرجات في مجلس الدولة رغم العراقيل اللي تواجه في مجلس الدولة، ونحن كجسم من مخرجات الاتفاق السياسي وعدم التعامل مجلس النواب أو أيضا حتى السلطة التنفيذية اللي مناط بها تقديم الخدمات الدولية، إلى حد الآن لم تتعامل مع هذا المجلس رغم كل الخدمات والمهام عملنا في الاتفاق السياسي، قدمنا استشارات للحكومة، قدمنا استشارات في كل المجالات ولم يؤخذ بها السلطه التنفيذيه او الحكومه المقترحه من حكومه الوفاق. لكن كون انك بدل شيء يعني تقول والحقيقه هذه يا ريت انا اقول الحقيقه والله لا اخشى فيها لومه حد يعني. يعني بالنسبه للسويحلي كرئيس لعد فتره السنتين هذين الى هذه اللحظه لم ينفرد بقرار يخص مجلس الاعلى للدوله. إذا كان انفرد بقرار يخص المجلس الرئاسي وهذا تنظيم في اللائحة الداخلية في اختصاصاته، هذه تعتبر مش شور المجلس، مش شور لأعضاء المجلس الدولة، هذه تعتبر شور النواب اللي معه، ربما يكون في ظهره أو في غيره هذا شيء ثاني، لكن أي قرار يعني مناط به أعضاء المجلس الدولة لم ينفرد به رئيس المجلس، ولكن في قرارات المجلس الرئاسي هناك لابد أن نفصل ما بين المجلس الرئاسي وما بين مجلس الدولة. يعني مجلس الدولة لم يخرج أي قرار
من الرئيس مباشرة وقال هذين القرارات تصدرها المجلس الدولي واحنا ما جمعناش. يعني قلت لك حدثت مرة واحدة وانا من الاشخاص اللي طلعت بالعلامة. بما فسرها السويحلي هذه المرة في تلك الحادثة بما فسرها السويحلي؟ اذا كان ممكن تذكرها سيد نبيل ما كنت سيد نبيل يعني يعني في هذيك الحادثة. ولكن ان كون انفراد لكن هذه لكن الاعلام اللي الان يتداول والناس يعني وخاصة في قنوات الاعلام الصدر في شخصيات يعني رغم انها يعني شخصيات متعلمة وغيرها ولكن يحكوا بكلام يقول لك والله السويحلي هو مسيطر على مجلس الدولة. اما كلام عالي على الصحة ونحن لن نرضى ان يكون السويحلي ولا غيره نحن منتخبين من مناطقنا ولن نرضى ان نكون قراراتنا تكون عند شخص رئيس او غيره مهما كان هو رئيس عنده اختصاص او غيره. ولكن ما يحكي طيب لانك تقول يعني السويحلي لم ينفرد رب الا مره واحده نتجاوزها الان لم ينفرد او لم يستحوذ بالقرار داخل المجلس الاعلى للدوله. اذا المواقف نعم. التي كان يعلنها السويحلي طوال الفترات الماضيه سواء من اتفاق الصخيرات سواء من المؤسسه العسكريه سواء من الحرب القائمه في بنغازي وفي درنا وغيرها، هل انتم لكم نفس المواقف التي يعلنها السويحلي من هذه الاحداث ام لا؟ هنا ايش احنا القرارات اللي ناخذ في جلساتنا يعني نحكوا على سبيل نعطيك مثال مثلا نحكوا على موقفنا من الاتفاق السياسي نعم ان موقفنا من الاتفاق السياسي لابد حل الخلاف والترحيب بكل وكل ما يذكر فيه عبد الرحمن السويحلي بخصوص الاتفاق السياسي هو نحن متفقين عليه او لغير اقول لك اني مثلا متفق عليه 100% وهذه ما يصيرش منها نتفق على حاجه 100% كلنا بالتاكيد ولكن نحسم فيها عاده في القاعه بالتصويت اذا كان اصدر بيان كل ما نصدر في بيان يتم عليه التصويت واذا كان تحصل بيان على اغلبيه حيصدر من قبل الرئاسه. يبدو أننا فقدنا الخط الهاتفي بالسيد سعد بن شرادة. السؤال الأخير وكلمة أخيرة للسيد أحمد لانجي عضو المجلس الأعلى للدولة. سيد أحمد نعم يعني ثمة حديث يتردد بأن السويحلي يتمتع بدعم مهم من تركيا وقطر وهذا يعطيه قوة وثبات في منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة سنة بعد سنة وانتخاب بعد آخر، فتعليقكم على هذا الموضوع هل تلمسون ذلك داخل المجلس الأعلى للدولة؟ يا سيد نبيل أرجوكم أولا علاقات السويحلي في قطر ولا في تركيا ولا كذا ولا دعم لا هذا كلام يعني كلام يعني كلام مرسل لا دليل عليه. الآن نحن نسعى لفتح قنوات مع جميع الدول الإقليمية وبعض دول المجتمع الدولي التي لها يد في ليبيا. نحن متوجهين نحو مصر متوجهين نحو الإمارات في الأخرى الجاية بإذن الله، كذلك تواصلنا مع البريطانيين ومع اليابانيين ومع الفرنسيين ومع الحكومة الأمريكية والمجتمع الأممية. نحن نسعى للوصول إلى استقرار البلد. طيب هذا ما علاقته بإعادة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة؟ اسمعني تعقيبا على كلام السيد زميلي وصديقي الأستاذ ناجي مختار اللي قال وين النتائج خمس سنتين؟ نعم كنا في مرحلة صعبة ولكن النتائج تظهر الآن في تقارب كبير جدا بيننا وبين أعضاء مجلس النواب الموقر، وهناك تقارب جدا بين الرئيسين وحتى اسمع باذن الله تعالى خلال اسبوع من الانتخابات او ظهور نتائج الانتخابات الى حل حركه الازمه السياسيه واجتماع لجنتي التفاوض لوضع اليه لاختيار اعضاء المجلس الرئاسي. نحن الان ننفتح على الجميع ونمد يدنا للجميع ونقرر اللي يشرب يقدر يشتغل. السيد السويحي لما يعبر عن رايه في كاس في قضيه في كذا هذا يعبر عن رايه الشخصي حتى هو ايضا منتخب، كما ان انا ايضا شخصيا اعبر في كثير من الامور عن رايي الشخصي واقول هذا رايي الشخصي وليس راي المجلس. ولكن القرار
في النهاية بكل قرار المجلس بده الصوت عليه. فنحن الآن نسعى إلى لم السلم، نسعى إلى طيب. سيد لانجي أخيرا تعول على سيد لانجي تعول على حكومة واحدة، تعول على ما تصفه بالتأكيد. لا أعول على طيب. أحد سيد نبي. طيب فقط اسمع سؤالي أنا. أول أحد اللي من عول على الله أولا ثم على المخلصين. هذا أمر لا تسأل فيه سيد لانجي. التعويل على الله هذا أمر مفروغ منه، ولكن سؤالي كان لك أنك تعول على ما تصفه بالتقارب بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في هذه الفترة لإحداث التوافق المنشود، لكن لا تعتقد أو دعني أسأل من زاوية أخرى، ما أهمية هذا التوافق إذا ما استبدلت الرئاسة بهيئة رئاسة جديدة في المجلس الأعلى للدولة؟ ألن يذهب هذا التوافق أدراج الرياح؟ ألا تعتقد أن التوافق يجب أن يبنى بين المؤسستين لا بين الرئيسين؟ أنا استمر في هذا التوافق، وسنضغط على الرئيس الجديد أن يستمر في هذا التوافق. لابد أن ننهي هذا الموضوع. نعم. التوافق ليس موقوفا على شخصيات معينة، وإنما موقوفا على رجال وطن حقيقيين مخلصين يحبون هذا الوطن الواحد. شكرا لك أحمد لانجي عضو المجلس الأعلى للدولة. سوف يجيب المجلس الأعلى للدولة عن سؤال هذه الفقرة، هل ما يزال يحظى صويحلي بثقة المجلس أم لا؟ سوف نعرف الإجابة ربما في يوم الأحد المقبل صباحا حينما تعقد الجلسة وتجري فيها إجراءات انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للمرة الثالثة. شكرا لكم جميعا. أحمد لانجي، ناجي مختار، سعد بن شرادة أعضاء المجلس الأعلى للدولة. فاصل قصير متابعينا، نكمل أكثر مع موضوع جديد. ما فيش من اليوم السابق نحن ما فيش شغل في القسم عشان عندنا مشكلة في الفلوس. سيبنا بلدنا، سيبنا عويل فاميليا ويجي هنا عشان فلوس. ما فيش تخويل من 3 سنين. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام. في أكثر، هدد طاقم التمريض الأجنبي في وحدة غسيل الكلى في مدينة درنة بالأضراب عن العمل بدءا من يوم السبت المقبل في حال لم تحول لهم مستحقاتهم المالية التي قالوا إنها لم تدفع لهم طوال 3 سنوات الماضية. الأضراب إذا ما وقع فعلا فإنه سيشكل كارثة بحق على حياة مرضى الفشل الكلوي في مدينة درنة وضواحيها، وذلك بحسب شهادات رؤساء الأقسام والمرضى أنفسهم. نتابع معا هذه المقابلات التي سجلناها في قسم الغسيل الكلوي في مستشفى الوحدة التعليمي بدرنة، حيث يغسل المرضى كلاهم ومن ثم نعود ونطرح عدة تساؤلات حول الموضوع مع مجموعة من الضيوف الذين ينتظرون على الخطوط الهاتفية. دكتور عبد المنعم، رئيس قسم الكلى غسيل الدم في مدينة درنة. والله نحب أن نأكدوا على المشكلة اللي سايرة في المستشفى عندي. طاقم التمريض الأجنبي اللي هو وقف عليه العمل في القسم من 2015 ما فيش تحويل. الناس هذول لو يطلعوا من القسم أو يوقفوا على العمل، الموضوع هذا حيسبب في معاناة لأكثر من 80 عائلة في درنة. ما يقارب 80 مريض يغسلوا عندنا في درنة حيتوقف الغسيل عليهم. نبو حل ومدد العون لهالناس بأسرع وقت ممكن إذا كان في حد يسمع. إن شاء الله ربي سهل. أريت نحن بالنسبة للمسؤولين يدبرنا هالأجانب، هم اللي ماسكين القسم وهم اللي لها نقعدوا تعب. فحاولوا بقدر الإمكان ندلهم ونزلهم مرتباتهم وتحويلاتهم، لأن حرام يتعبوا معانا ومش لاقيين حتى مصرف أرواحهم. أيوة هذا اللي نطلب منكم، والله يربحكم، حاولوا بقدر الإمكان ساعدوهم. نحن الأدوية وقفت علينا وقلنا به ما علينا، حاولوا من الاكتفاء الذاتي أهو يجيبوا فيه. إيش أكثر بهكية اضراب يوم السبت تو احنا بنقعدوا يومين بلا غسيل نتعب؟ معقوله كيف يعني تظل لو مشوا ايش يصير فينا؟ حاولوا بقدر الامكان ساعدونا يا بلد كلا تعب. اي برنامج اخر ممكن نقدر ناخذه من الصيدليه ومشي، لكن اظل هم اللي عارفين وعارفين بوالنا برنامجنا نحن.
يلغون العمالة الأجنبية الموجودة في قسم الكلى في درنا على أساس أن يوم السبت الجاي ما فيش غسيل، وهذا يترتب عليه أن 100 مريض الموجودين في القسم يتوفاهم الله، والسبب أن المسؤولين ما أجروش تحويلات مالية للعمالة الموجودة، الممرضين والممرضات الموجودين واللي هم قايمين بالغسيل الكلوي. فنطلب في الحل منين يجي؟ المستشفى وذن طرشة، ما حتى تكلم بالتليفون اللي يرد عليك اللي يجيك، لا المدير ولا المساعد ولا المعاون ولا شيء. ونحن أصبحنا نبهتوا في المرضى قدامنا، كل يوم ينتهوا ببساطة. والله يوم السبت الجاي هذا اللي هو بعد بكرة حيوقف العمل، وتوقيفة العمل معناها موت المرضى، اللي ما يغسلش 3 أيام معناه ينتهي. تراكم من السموم في جسمه وما عادش يتحمل. احنا على اثر ما فيش ادويه وما فيش كذا ما فيش كذا، المواكين يوقفون خلاص، معناها حكم بالاعدام جماعي. والامر هذا هي علشان تحويل، وهم يحولوا كل يوم، يعطوا فيهن الوحدين يجي يقول لنا في بلوك ومويه، ما يعطوش العماله تحويلات لهم مرتباتهم. السلام عليكم. نحن نبغى نقول ما فيش من يوم سبت نحن ما فيش شغل في القسم، عشان عندنا مشكله في الفلوس. سيبنا بلدنا، سيبنا عويل فاميليا ويجي هنا عشان فلوس. ما فيش تحويل من 3 سنين. نحن ديما ماشي في المصر نقولوا ديري وراك، نحن ديري وراك، بعد شهر شهرين بعدين قولي مازال ما فيش وراك، ديري اخرى وراك 3 سنين. هذا مشكلة فلوس، عشان ما فيش تحويل نحن نبي نوقف شغل. في تحويل نحن ما عنديش معنى، نجي صبح عشية الليل ما فيش مشكلة، بس نبي حقت نحن فلوس. في تحويل في شغل. شكرا واجد. بالنسبة للأجانب هذوم بصراحة يبذلوا في مشهود معنا، عمرهم سيبونا بالكل، وبلاهم ما فيش معيشة، ومساكين يعني عيالهم غادي والناس كلهم يحولونهم، ما عدا هذو يحولونهم شبك. والقسم بلاهم ما ينفعش، ذا يوم السبت لما جيت تعبه كيف تبدا تدير في الغسيل؟ ما اللي بيصبينا؟ ليبيين 2 هم، ما عرف علاش بدا ارواح. بصراحة يعني بلا الهنود وبلا الأجانب ما فيش شغل، وبلاهم ما فيش معيشة بصراحة، حرام. حتى رواتب نزلوا نمشي لواحد لاثنين آخر اليوم آخر يوم السبت مش حافية غسيل، ونبي نجرو، والإنسان يقعد تعبان عنده يوم الجمعة بيقعد. بالنسبة لينا يوم لحد نغسل، كيف ندير ونبي نجري؟ وربي يبحث في حالنا، باكي نطيحوا في شي مسؤول من هالمسؤولين ينظر في حالنا، عندنا ما نديرو. رحبوا معنا متابعينا الكرام برئيس جمعية كولانا الناهض القبايلي في دارنا، وأيضا عبد الرؤوف وهو طفل مصاب بمرض الفشل الكلوي، وكذا والده معنا سيد ناصر لغويل من مدينة دارنا. فقط هنا أشير بأن السيد سعد أو ناهد القبايلي رئيس جمعية كولانا هاتفه مشغول. سيد ناهد، إن كان أحد يتابعنا الآن مقرب من السيد ناهد فليطلب منه إن كان يشغل هاتفه باتصال آخر أن يعني نحظى بفرصة للاتصال به والحديث معه عن هذا الموضوع المهم، وهو تلويح طاقم التمريض الأجنبي في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الوحدة التعليمي في مدينة درنا، الإضراب عن العمل بدءا من يوم السبت المقبل، وذلك بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل الدولة الليبية طوال ال3 سنوات الماضية مثل ما تابعنا في التسجيل. ناخذ معنا الطفل عبد الرؤوف ناصر الغويل من مدينة درنا. عبد الرؤوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا عبد الرؤوف؟ لا بأس عليك. الحمد لله. عبد الرؤوف احكي لنا أول شيء، كم عمرك أنت؟ 13 سنة. ما شاء الله 13 سنة، وإن شاء الله العمر كله لقدام يا عبد الرؤوف. إن شاء الله.
احكي لنا يا عبد الرؤوف، امتى انصبت انت بمرض الفشل الكلوي؟ من ولادة. من ولادة. شن تحكي لنا على هذا المرض؟ احكي لنا على هذا المرض، شن هو؟ ماذا يعني؟ هو المرض ان المرض صار ما يجيش الحد. ان شاء الله يا رب. والمرض صعب يعني. شنو تحس؟ يا عبد الرؤوف شنو الحاجات اللي تحس فيها وانت مصاب بالفشل الكلوي؟ ايش الشيء اللي تحسه وانت مصاب بهذا المرض؟ في يعني المرض هذا يصير لي دوخه دهشه وكرعي وشد والقلب حتى هو كم مرة تغسل؟ لا وزني 17 كيلو. أنت كم مرة تغسل في كلاك يا عبد الرؤوف؟ كم يوم؟ 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام في الأسبوع. في دارنا تغسل كلاك؟ لا ما نقرش. نقدرش نشيل الشنطة وصعب يعني نجري خاصة نطيح نكسر يعني. باهي وكيف تديه في القراية؟ يعني وكيف درت في القراية؟ ما نقراش. باهي تحاول تقرا في الحوش مثلا او حد يقرا فيك في الحوش يعلم فيك؟ انا نقرا في الحوش. ها تعلم فيا امي واختي واخوتي. شاطر، براوة. يا عبد الرؤوف شن رايك في طاقم التمريض الاجنبي سواء ممرضين ولا ممرضات اللي في مستشفى درنا وين ما انت تغسل في كلاك؟ والله التمريض الاجنبي الله يرحمه يعني مصدي العيله وما عمرش جيت من قلت مش قاعدين يعني ديما قاعدين صبح عشيه يعني ديما قاعدين يعني يعملوا فينا كويس. كيف يغسلوا لك في كلاك يا عبد الرؤوف؟ كيف يغسلوا لك في كلاك؟ شنو يدور بالضبط؟ اول ما انت تمشي المستشفى شنو الحاجات اللي يديروه لك حتى ينغسل لنا كلاك؟ احكي لنا واحده واحده كيف تغسل في كلاك؟ أنا أول حاجة لما نجيب الغسيل ينقضوني على المرضى ينقضوني الجرح بعدين يغسل الفلتر 4 مرات عشان ما تجينيش الحكة بعدين يعقوا الطوب الحمر من هيك من الجهاز بعدين يعقوا اللحم من هيك الجهاز في صدري وبعدين تسوي على الماكينة اللي قد تغسل. كم ساعة تقعد على الجهاز؟ 4 ساعات. 4 ساعات. مش 4 ساعات قبل نهبط فيهم وندوخ يعني يوم يشد قلبي يوجع فيا يعني حتى الكرعية وصداع. وبعدين بوي يسلمني المصل تبرعي كلوة. قالوا ما ينفعش لأن العمل ولد. ما حد يرجع يتبراني من عائلتي. يا عبد الرؤوف ليش بضحك؟ نعم. وشنو اللي يصير اذا انت ما غسلتش كلاك؟ كلاك يعني. والله لما ما نغسلش انت نطبخ نرجع ندهش نتعب يعني. هذا اذا انت تاخرت عن غسيل الكلى، لكن لو ما غسلتش بكل ايش ممكن يصير؟ هو لما ما نغسلش بكل ندهش ونتعب وانت نطبخ. انت سمعت يا عبد الرؤوف بالك ان الممرضات في المستشفى يبني يوقفن العمل متاعهن يوم السبت الجاي ولا لا؟ اه سمعت يعني. ايش سمعت ترى؟ والله سمعت يوقفن الغسيل السبت الجاي عشان بفلوس يعني. وانت ايش رايك في الموضوع؟ حرام الحق يعني. نعم. انت ايش رايك في الموضوع هذيه؟ والله يا ما من حقهم يعني حرام عنده بعيال غادي لا من حقهم يحصلوا فلوسهم يعني. باي ايش رايك يا عبد الرؤوف قبل ما ننتقل لباتك ناصر الغويل، انت شنو تقول للجهات اللي ممكن يعني مسؤوليتها انها تخلص
الممرضات والممرضين الأجانب وتعطيهم مرتباتهم، إذا كان في حد مسؤول يسمع فيك وله علاقة بالموضوع شنو تقول له؟ يعني لما نجي يعني كيف يعني الممرضات والممرضين يبوا مرتباتهم ولا لا؟ طيب الدولة الليبية ما عطتهمش المرتبات، وخرت في دفع المرتبات متاعهم، شنو تقول للدولة الليبية حتى تخلصهم؟ لازم يعني يولد شيء يعني نوفر عليهم فلوس معظم ويحقهم ياخذون يعني. انت برايك ليش ما عطاهمش فلوسهم من 3 سنوات؟ ما مش عارف. نقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول هل من يا عبد الرؤوف حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يعني على الشعب الليبي اللي ما يبوش ياخذون اجانب فلوس يعني حرام. حتى هم عندهم عيال زينا يعني ما يحسوش كان حطوا راحهم زي الاجانب يعني حطوا موقعهم زي الاجانب. باهي ويوم انت او اليوم اللي اللي تغسل فيه المره الجايه امتى؟ اي يوم يا عبد الرؤوف؟ الثلاث اخر. انت غسلت يوم الثلاث اللي فات ولا لا؟ لا السادس. انت يفترض اليوم غسلت. انت غسلت اليوم ويفترض تغسل يوم السبت؟ ما عندي يوم غسيل ومشاي. ايوه السبت مفروض عندي لكن صار شنو حدير يوم السبت اذا ما فيش غسيل؟ ماني شايف. تعطينا باتك يا عبد الرؤوف؟ سيد ناصر الغويل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا سيد ناصر الغويل، حضرتك والد الطفل عبد الرؤوف المريض بالفشل الكلوي. اول حاجه لا باس على وليدك وان شاء الله يا رب تشوفه بريان، وكيف باقي الاولاد في ليبيا؟ امين يا رب، امين، بارك الله فيك. احكي لنا على تأثير هذه المسألة أو تداعيات هذا الموضوع أن يضرب الممرضون والممرضات الأجانب عن العمل، أن يتوقفوا عن العمل بسبب تأخر مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، ويتوقفوا عن يعني معالجة المرضى وإتمام عملية الغسيل للكلى حسب الجداول المحددة سلفا واللي كانوا يمشوا بها المرضى طوال الفترة الماضية، إيش تداعيات هذا الموضوع على المرضى وخصوصا انك ولي امر هذا الطفل الجميل حتى في كلامه؟ والله الموضوع خطير جدا يعني ناشفتني كلمه قالها واحد من المداخلين او قال انه هو اعدام جماعي. فعلا هذا اعدام جماعي. الناس هذول من الحق انهم ياخذوا فلوس من 2015 الى الان ويشتغلوا وعمرهم ما تغمروا ولا عمرهم قصروا في عملهم، دائما موجودين يعني يشتغلوا بضمير يعني حتى الشيء يتقنوا فيه يعني عملهم يتقنوا فيه، فمن حق واجبنا نحن انه نحن نكافئهم باموالهم يعني ما يطلبوش منا في شيء زايد يعني يبوا بس اموالهم لان عندهم اطفال حتى عائلات جايين متعبين ومتهربين من سيدين اسرهم وعائلاتهم الا عشان الجميل للنار ولقمة العيش يعني. فحرام يعني اذا احنا نعطيهم فلوس يعني حق يعني. لكن هي تكون كارثه حتكون كارثه كبيره. انا من روحتنا من الغسيل وانا مفكر ايش بدي ندير بكره، عندنا نمشي لبيت سامر او نمشي لقبرص يعني وين نمشي؟ وين نمشي نغسل لبكره اذا كان يعني بيكون الجمعه بالكامل عبد الرؤوف حيحافظ على الاكل بتاعه، مش حيشرب ميه واجد، حينحرم من اشياء واجد ما يقدرش ياكلها استعدادا للفترة الجاية هذه يعني. نعم. هذا كله تحوطات للفترة الجاية متاع الإضراب إذا ما حصل. ما سمعتكش تقول. كنت نقول لك إن هذه تحوطات من قبلكم حتى عبد الرؤوف ما يتعبش بسرعة ويقدر يصمد بالضبط الأسبوع الجاي إذا ما توقف العمل في درنا في الغسيل. بالضبط، بس المردود هذا تعاد على عبد الرؤوف. يعني عادة المجتمع انت عارف انك تهتم العائلات، الاطفال يمشي يصير محل شوكولاته، مش حيقدر يجي الاشياء هذه لانه مش حيخفي السبب. الميه مش حيقدر يشرب ميه واجد لانه حيتنفخ وحيتعب وحتكون مضاعفات كبيره يعني.
احنا ندير وقايه لانه نشوف الموضوع هذا وين يوصل، هل احنا نستمر؟ وفي نفس الوقت صعبه اني انا اطلع السيد نبيل السردة ونمشي تبرد، عندي اطفال اخرى يدروا، عندنا مدارس، عندنا التزامات، عندنا عمل، فموضوع صعب جدا يعني. طيب، لكن يعني مع هذه النبره من التضامن سواء من حضرتك او حتى من باقي الحالات اللي كانوا في المقابلات وتابعناهم بدري شوي، كان في تضامن، وهذا التضامن يعني مقدر وطبيعي، يعني الناس يشتغلوا من 3 سنوات ما ياخذوش في مرتباتهم، اكيد حتى يتم التضامن معهم، خصوصا وان في شهادات طيبه صدرت بحقهم من المرضى انفسهم. لكن الى اي مدى هذا الاضراب يعني نحكي نحن على تداعيات خطيره تمس الحياه نفسها، يعني هذا اضراب مميت وقاتل، بالتالي انتم حتتضامنوا معهم الى اي درجه من درجات الخطوره اللي انتم مقدمين عليها؟ قلت لك انا اليوم مفكر في الموضوع هذا الى وين يوصل، يعني ماليش عارف، هل حنجد استجابه من المسؤولين؟ هل هم ينظروا في حال الناس هذول؟ ام نحن يعني الطفل هذا وهالمرضى هذول زايدين على 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 المجتمع وخليهم يموتوا، يعني ما فيش مشكله، يعني ما حدش يفكر فيهم. يعني لو في ناس محسينه سوا مسؤولين يديروا حل الناس هذول حفاظا على ارواح الناس الاخرى اللي هم الطفل نبيل والناس الاخرى، حتى هم يهمون في مهمني طفلي انا. ماذا عن إدارة المستشفى، عن الإدارة الليبية دعني أقول وموقفها من هذا الإضراب المعلن عن الدخول فيه يوم السبت المقبل؟ هل لديك أي نتيجة؟ نحن هنا أشير سيد ناصر، يعني كنا نأمل وعملنا جاهدين قبل الحلقة أن يكون معنا أحد من إدارة الوحدة الصحية المستشفى التعليمي دارنا أو حد من وزارة الصحة أو حتى من لجنة الصحة في مجلس النواب، لكن في الحقيقة باءت محاولاتنا بالفشل يعني. وحتى السيد نهد القبائلي رئيس جمعية كولانا يفترض يكون معانا توا في الحوار، لكن للأسف الشديد هاتفه مقفل، يعني ما فيش إلا أنت معانا كصوت ربما تتحمل مسؤولية أن تختصر وتختزل كل الكلمات وكل الآراء اللي يمكن أن تقال في هذه القضية من جميع زواياها. أسألك، هل لديك فكرة حول موقف إدارة المستشفى من يعني رؤساء الأقسام، رؤساء هؤلاء الممرضين والممرضات الأجانب، من هذا الإضراب اللي نتيجته يعني مهلكة على المرضى إذا ما حصلت واستمرت؟ طبعا نحن اليوم الخميس رسالته ما شفناش حد، ما جاناش حد. طبعا لازم تعرف ان القسم الغسيل منفصل على مستشفى الوحدة. نعم. يعني نحن ممكن في منطقه اسمها باص مبرك وهم في البلاد لو صار في الاداره او في الساحل حاليا. فلم ما جاناش حد اليوم، ما سالناش، يعني نحن الاشخاص اللي هم يجاروا علينا في قسم الكلى الحاج محمد حيدر مشكورا والدكتور بلال الكريمي، هذول الاشخاص اللي هم موجودين دائما معنا، يعني دائما مرصدين بالحدث وهم اللي يجاروا علينا وهم اللي، لكن بالنسبه للاداره ما نشوفوش حد، ما يجيناش حد، يعني كان مفترض اليوم يجي يجي للمستشفى ويشوف الحاله بروحه ويطمن حتى الناس، يقول انا ممكن ما يكونش في يده اي شيء هو يبيع، ولكن يقول انا حراسه حيطمن الناس، ممكن حيرجع امانه ويقول لا تعالى سامسون، لكن للاسف الشديد ما رايناش حد، ما جاناش حد. يعني كم من المتوقع أن المرضى الممرضين والممرضات الأجانب في مستشفى الوحدة التعليمي في قسم أو وحدة غسيل الكلى، كم عددهم يعني في بشكل ولو تقريبيا يعني؟ من المرضى أم الممرضين والممرضات الأجانب المعلنين عن إضراب، كم عددهم تقريبيا يعني في النهاية، كم يمكن أن يكون عددهم؟ والله حوالي ممكن 6-5. طيب، هل هناك أطقم تمريض ليبية إلى جانب هذه الأطقم الأجنبية تعمل نفس العمل؟ موجود عندنا حوالي 3 شباب، لكن مستحيل يغطوا الوضع، هم مع بعضهم يغطوا في العمل، لكن صعب أنك تخلي مثلا الثلاثة هذول يشتغلوا الغرف هذه والمرضى هذول، صعب عليهم شوية يعني. يعني في أشياء صعبة يعني. نعم، يعني كنت أتمنى أن يكون أحد معنا أحد من المختصين حتى نسأل إلى أي درجة
هذا الموضوع معقد أو هذه الوظيفة معقدة، يعني هناك نحن كل عام يتم تخريج الآلاف من الممرضين والممرضات من معاهد التمريض، يعني هل هذا أمر معقد حتى يتم التعاقد ولفترات طويلة مع أجانب ليقوموا بالإشراف على وتشغيل أجهزة غسيل الكلى، بالتالي يعني يصبح من الصعب على هؤلاء الأجانب إذا ما تأخرت مستحقاتهم المالية الاستمرار في العيش في دولة هي ليست دولتهم، لكن الليبي في النهاية دولته، يعني يقدر يتحمل مرة واثنين، لكن الأجنبي هذا صعب أن يتحمل ويتأخر تتأخر مرتباته، هو في بلد غربة وأهله بعيدين، يعني ربما يحتاج إلى هذا المرتب، على عكس الوضع الليبي أو الحالة الليبية. بالتالي سؤال لا أعرف فقط، يعني هذا ليس سؤالا مباشرا لك وإنما من باب التساؤل معك سيد ناصر مغويل، أين هي الأطقم الليبية التي تتخرج كل عام؟ لماذا لا يتم تدريبها حتى تتولى هذه المهام بدل الأطقم الأجنبية؟ والله للأسف إحنا كليبيين ما عندناش الروح اللي عند الأجانب في العدد. يعني الأجنبي تلقاه موجود من صباح الباكر موجود بالنسبة عندنا بصراحة، يعني الشباب الموجودين عندنا كويسين جدا ممتازين جدا موجودين عندنا في القسم، الشباب ليبيين ثلاثة أعتقد يعني ممتازين، لكن ليه غطوش في غيرهم جاءوا طلع وجاءوا طلع يجيب لك هبقة صعب، لأن يعني الوفاة بتهي الغسيل الفترة الصباحية من السابعة الصباح اللي عند الأطناش في الظهر تعالى تكسر بالمجموعة الأخرى من حوالي الأطناش أربع ساعات طبعا الأربع أربع ونص، ففي اللي ما يحبش إنه يكون في العشية موجود أو على عكس الأجانب، على عكس التمريض الأجنبي، عكس الأجانب. هل تعتقد بأن التمريض الأجنبي أحن من الليبي؟ دي ما نسمع فيها الكلمة هذه يعني باللغة العامية. بالنسبة للي موجودين عندنا حاليا هم الشباب، يعني بذكر الأسماء عندنا مسعود وعندنا أشرف وعندنا والله وليد آخر ما يذكرنيش أسمه ممتازين، أنا نشوف فيه ما شاء الله عليهم، يعني سعر الأجانب مواظبين مهتمين، هذول ما شاء الله عليهم سلاح هذول، لكن في ناس جات وطلعت ما تحملتش ما تدرتش على الغسيل، يعني لنا جهة يعني صعب الدوام ساعة صعب. طيب أخيرا أستاذ ناصر، كلمتك توجهها لمن من المسؤولين ممن لديهم سلطة وقدرة على تغيير الحال إلى حال آخر؟ هناك إضراب يلوح في الأفق، وفي الحقيقة هو ليس بأفق بعيد، يوم السبت المقبل أي بعد غدا هؤلاء يريدون الإضراب للطاقم التمريض الأجنبي، وبالتالي ما فيش غسيل كلى، والمرضى معناها ستصبح حالتهم في تدهور من سيء إلى أسوأ، وربما لا قدر الله إذا لم يتمكن أحد من السفر إلى مدينة مجاورة والغسيل فيها قد يعني قد يلقى حتفه لا قدر الله. بالتالي ماذا تقول أنت للجهات المعنية، من يمكن أن يحرك في هذا الموضوع؟ والله سبحان الله، يعني الله عز وجل قال ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني أنا أتمنى لو اللي يسمع فينا المسؤولين سوا ينظرون بنظرة جدية، خاصة الشريحة شريحة مهضومة، يعني حقها مهضوم صراحة، خاصة أمراض الكلى من نقص أدوية من كل شيء صراحة، يعني مجهودات يديروا فيها من الحاج محمد والدكتور مدعم الكريمي جبارة صراحة، يديروا في المستحيل، بالإضافة عندنا دكتور أخر عبد الشريف، يعني جهود غريبة في الأدوية في كذا يوفروا في كل شيء، فلا نتمنى أنه ينظر بعين الشفقة والرحمة على الناس هذول، يعني سبحان الله إنسان من ظلم نفسه، أنا أتمنى أن المرأة هون يفيدش أي بني آدم، صعب جدا يعطل حياته، يعني غريب يعني مش، أنا أتمنى ومرض ما فيش بصارة مع الوقت، يعني في أمراض لأن يعني قد يكون الواحد ما عندهش قدرة مالية أن يجيب الدواء، يعني قد تحتمل الحالة، لكن هذا مرض ما فيش لعب مع الوقت، لأن الوقت زيادة معناها موت محقق. موت محقق والله، يعني نسأل الله الشفاء لجميع المرضى إن شاء الله، نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. في كلمة أخيرة بيقولها لك السيد عبد الرؤوف. تفضل عبد الرؤوف. هاي عبد الرؤوف. نعم هاي عبد الرؤوف، نحن تو نبون نسكره معاكم، فلو عندك كلمة، لو عندك أي شيء تبي تقولها مشاركة، أنت حر يعني قول لنا اللي تبي تقوله يا عبد الرؤوف.
أنا نعرف أنك أنت ما شاء الله عليك ملسن وكلامك يستمح. ما عندي كلام. قول لي ايش انت بتقول لنا؟ انا من سيدي مش ثلاث سنين نغسل والغسل واضح يعني زي ما انت عارف غسل يعني. ايه انا اللي عارف يا عبد الرؤوف. وابوي عذبني الغسل وليش تكبر لي كلمه قالوا لنا ما ينفعش. لان عامل وراثي. صحيح. و يا ريت يعني الحكومة يعني ليش ما يشيلونا برا يجيبونا كلوة يعني منهم هم يعني باش يساعدونا باش نا يعني نقعد نلعب زي العيال زي لا ما لا ما نمشيش المدرسة لأن ليش ما نلقاش الجهاز يطيح نمسك ما عادش نزل يعني أنا وزني ضعيف يعني. شكرا. عفوا يا عبد الرؤوف وان شاء الله لباس عليك يا رب ان شاء الله. انا عندي كلمه واحده بنقولها توما قول. ما يعني ما الطفل الوحيد يعني نقصد في دمنا يعني. شكرا. سلام. وعليكم السلام يا عبد الرؤوف. ان شاء الله لباس عليك يا رفا وان شاء الله تبرى وتخش المدرسه وتلقى حد يتبرع لك وتلقاه مطابق لك. يعني ليس بالضرورة أن الأقارب يعني أو العائلة القريبة أو صلة القرابة اللي من الدرجة الأولى على حد علمي ليس بالضرورة أن تكون الكلى مطابقة لكلية المريض حتى يتم التبرع. أحيانا قد تكون المطابقة من شخص بعيد كل البعد عن المريض. ألف لا بأس عليك يا عبد الرؤوف وألف لا بأس على كل مرضانا سواء من الفشل الكلوي أو من غيره من الأمراض. الله لا يكتب مرض على أي حد وإن شاء الله ندعو بالشفاء لكل مريض سواء في هذا المرض اللي نفس ما قلنا ما فيش لعب مع الوقت. يعني الواحد كل يوم إذا ما غسلش فيه حسب المقرر معناها هناك الكثير من المضاعفات. تخيلوا أن الواحد ما يقدرش يتخفف من السوائل والسموم اللي في جسمه وفي دمه يعني وتشتغل كلاه مثل ما يشتغل كلاه أي شخص طبيعي. معناها هذا وضع صعب أن الجهاز متاع الغسيل الكلوي هذا يعمل مثل عمل الكلية يقوم بإخراج الفضلات والسوائل من الزائدة من الموجودة في الدم. فضلات السوائل هذه يتم طرحها خارجا ويصبح الشخص يعني كأنه تخفف ودخل الحمام وخرج. بالتالي يعني عدم استعمال هذا الجهاز عند مريض الكلى هذا معناها على المدى لن أقول البعيد على المدى القريب سوف يكون تهلكة لا محالة. أرجو التدخل السريع من قبل الجهات المعنية رأفة بعبد الرؤوف وغيره من المرضى. فاصل قصير متابعينا الكرام نكمل أكثر مع موضوع ثالث وأخير لهذا اليوم. أنا طالب في طيبة لاسم وصيانة المدرسة نبغى وقتين تهموا بينا كيفنا كيف المدرسة. اهلا بكم من جديد في الجزء الثالث والاخير في اكثر. طيبت الاسم او طيبت الاسم هو اسم مدرسه في بلديه القبه. قد يكون وقع الاسم جميلا لكن اوضاع المدرسه واقع اخر تماما. تابعوا بانفسكم ماذا نقصد. المدرسه طبعا تعاني بمعنى الكلمه تعاني من الفصول الدراسية وتعاني من الساحات من الساحة وتعاني من المبنى المدرسي وتشوفوا قدامكم على الطبيعة لا يوجد ملعب ولا يوجد ساحة ولا يوجد حمامات وفصول متهالكة وفي الأمطار يعطلوا طبعا الطلبة في الأمطار نعطلوا فيهم وفي الرياح نعطلوا فيهم وفي المدرسة طبعا متهالكة ونشدنا جميع الجهات وجينا للسيد المستشار عقيلة صالح وخذينا منه كتاب ومشينا للبيضة ودخلنا على وزير التعليم وعطيناه الملف الورقة من الأستاذ عقيلة صالح عطيناه الورقة وما زلنا الراجو
في 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 انشاء مدرسه او حتى فصول متنقله جديده. نحن في الصيف هنا الطالب يعاني في هذه الفصول زي ما انتم صورتوهن وجبتوهن، وفي الشتاء يعاني في الامطار ويعاني في الصقع ويعاني في. ونحن كمدرسه طيبه لاسم نناشد جميع الجهات، نناشد الحكومه المؤقته، ونناشد وزاره التعليم، ونناشد مجلس النواب انهم ينظروا للمدرسه هذه بنظره، يعني هي المدرسه الوحيده ممكن في بلديه قبه اللي وضعها بالشكل هذا. يعني ما فيش مدرسه في القبة وضعها بالشكل هذا إلا مدرسة طيبة لاسم، وضعها متهالك حتى الطالب مسكين ما هوش عارف ايش يدير في الصقعة. والناس هنا طبعا ظروفها، في اللي ما عندش مواصلات ان يمشي المدينة القبة يقرا. المفروض هنا طبعا في عدد سكان في منطقة هنا الحي، في طيبة لاسم، في بوشمال، في طلبة وجديد. نحن كنا عندنا 120 طالب اصبحوا الان 40 طالب نظرا ليش؟ للفصول المتهالكة والوضع القائم في المدرسة، ما فيش حمامات للطلبة، ما فيش ساحة، ما فيش ملعب، ما فيش الإمكانيات طبعا للطلبة. وأناشد جميع الجهات ونقول نكرر مرة أخرى أنا بينظروا بعين الاعتبار لهذه المدرسة. ونحن بكرة كمدرسين رانا بكرة ماشيين، لكن المفروض في مبنى مدرسي للأجيال القادمة، يعني من 71 لل 2018 ما أنشئتش أي مدرسة في المكان هذا هياي، والمكان هذا يستحق مدرسة لأن جنبه ثلاث قرى، يعني يستحق مدرسة. نتابع حقيقة هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا مدير مدرسة طيبة الاسم اللي تابعناه في الروبورتاج السيد عمر الصافي. أستاذ عمر أهلا بك في برنامج أكثر. في الحقيقة كنا نأمل أن يكون معك مدير مكتب المشروعات التعليمية بالقبة، يعني موجود معك في هذه الفقرة، وكذا كنا نأمل أن يكون معنا وزير التعليم في الحكومة المؤقتة أو على الأقل وكيل الوزارة، لكن للأسف الشديد وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة كلما نتصل بها في موضوع متعلق بالشؤون التعليمية دائما ما نجد لديهم نفس الحجة ونفس العذر، أنهم ليس لديهم المعلومات الكافية وليس لديهم ما يقولوه حتى يخرجوا على وسائل الإعلام. لا أعرف هل هذه حجة يتهربون بها من الشارع ومن الرأي العام عند مواجهتهم بمسائل متعلقة بمهامهم، أم هذا هو فعلا واقع حالهم ولا يقدم ولا يؤخر شيئا؟ يعني سيد عمر أهلا بك من جديد. كنا نسمعك في التسجيل كنت تقول مدرسة طيبة الأسم، هذه المدرسة اللي أنت مديرها هي المدرسة الوحيدة على الأقل في نطاق بلدية قبة اللي تعاني من هذه المشاكل. نحن رأينا مشاكلها، الفصول اللي فيها وكيف يعاني الطلبة سواء في الصيف ولا في الشتاء، أكثر شيء في الشتاء باعتبار أن العام الدراسي هو أغلب في فصل الشتاء، ورأينا الفصول يعني نحن لا ما تمسكش لا أمطار ولا برودة الطقس. السؤال البديهي الأول، لماذا هذه المدرسة بالذات وحدها دون غيرها هي من تعاني من هذا السوء أو تعاني بهذا الشكل ومن هذه المشاكل؟ سيد عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد عمر كنت تقول في المقابلة معك والآن عرضناها بأن مدرسة طيبة الأسم هي ربما المدرسة الوحيدة. نعم النبيل. نعم نعم اهلا. صلح لك المعلومه، المهندس اللي اسمه تجمع مصلحه التقنيات وفيات المرافق التعليميه بالضبط، ونكتب السيد عمر مدير المدرسه. حضرتك مش السيد عمر الصافي منو؟ معلش قولي على الهواء. ميال لا معك المهندس امين اسمه تجمع. انت حضرتك مهندس انيس؟ نعم. معلش اهلا بك يا استاذ انيس، كنا نحسبه ان انت ما حصلناكش، معناها اللي ما حصلناش هو السيد عمر الصافي. حصل خير. طيب يا باشمهندس حصل خير.
باعتبارك يعني من مكتب المشروعات التعليمية في بلدية القبة، يعني لماذا هذه المدرسة مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة؟ حضرتك من مصلحة التقنيات وصيانة المدارس التعليمية التابعة للحكومة المؤقتة؟ المتم الصحيح. طيب تمام 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 التقنيات وصيانة المرافق التعليمية تمام، هذا شغل يفترض اندار قبل الهواء مع اللي كانوا متولين موضوع الاتصالات، لكن معلش مش مشكلة يا باشمهندس. انت حضرتك في النهاية انت قدام هؤلاء الطلبة وعائلاتهم وإدارة المدرسة انت شخص مسؤول عن 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 هذه المدارس. ليش هذه المدرسة طيبة الاسم يعني تعاني بهذا الشكل؟ اين انتم من مشاكلها؟ بداية تحية طيبة لك ولكافة المشاهدين الكرام، ونشكر قناتكم الموقرة على تخفيف الضوء على مشاكل ومعاناة مدرسة طيبة الأسم. كما لا يفوتني الشكر إدارة مدرسة طيبة الأسم وعلى رأسهم السيد جمار الصافي وكافة أعضاء التدريس بالمدرسة الذين رغم كل الصعاب والمعاناة إلا أنهم أبوا على أنفسهم الدفع بالعملية التعليمية بالمدرسة، يعني هذا حق لهؤلاء الرجال القائمين بهذه المدرسة. فيما يخص طبعا المعاناة واللي تناولها تقريركم، نحن يا سيد نبيل هكذا بصورة واضحة لكم لكافة المشاهدين وبالذات لأولياء الأمور وطلبة مدرسة طيبة الأسم. في 2014 استهدفنا المدرسة من ضمن مشاريع على مستوى ليبيا، كان عدد 170 مدرسة بنموذج 6 فصول بديل، القرار الاتجار بديل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيحة. وتعاقدنا وصلنا في الأبيض ساعات، تعاقدنا مع الشركة المنتجة وكانت شركة الشمال العربي للمقاولات. ورقم العقد كان رقم 107 لسنة 2014. إلا أن الانقلاب بتاع ميليشيات فوز ليبيا اللي حدث في طرابلس أدى إلى عدم استكمال ذلك المشروع. وبالعكس يعني وصلت الامور الى ان التلاعب حتى في القيمه الماليه للمشروع. لما نحن كمكتب تابعنا المشروع من خلال قنواتنا اللي نحن نتعاون، اتضح لنا ديوان المحاسبه تدخل في طرابلس، تدخل في الموضوع والغى كافه العقود. وبالعكس يعني وصلوا الى انهم كما تقول تمت اعاده تخصيص تلك الاموال ووظفنا المشاريع هذه. هذا الجانب الاول، يعني المدرسه هي صح مشاكلها والمعاناه اللي فيها قوس وريده الساعه، والمكتب يعني كانت دائما مدرسه طيبه الاسم من اولوياتها اللي في كل عام يعني في الخطه السنويه بتاعتي بكل عام. لكن طبعا تمت الامور يعني نحن يعني الموضوع اللي صاير فوق من ارادتنا، يعني مش ذنب مش عندنا نحن كمكتب المقايسات الخاصه بالمدرسه الخرائط هذول كلهم تم حاجات الجهات المعنيه. من نحن رانا العائد هو المخصصات الماليه. يا مهندس انيس، هذه المشاريع وهذه الخرائط أو الصيانات اللي تحتاجها المدرسة حولتموها لمن من الجهات المعنية حتى نعرف أين وعند من توقف الموضوع؟ لما نكون نروح بالموضوع طبعا أنت عارف أنه نحن في عند 2014 كانت حكومة واحدة. صحيح. خلت من شركة زبيبيا وزاد حكومة الإنقاذ، يعني هي اللي أدت إلى توقيف تلك المهمة تحمل مسؤولية توقف تلك المشاريع. المشروع هذه ممكن تجيب دراسه من ضمن قلت لك 170 مدرسه على المستوى يعني حتى في لكن نحن مساله الصيانات يا باشمهندس لا عشان نسلف الامور يا نبيل. نعم بس معاك انا قاعد معاك الموضوع مزيد مقفل انا قاعد نحكي معاك ما نهيناش الحلقه نحكي واحده بين بعضنا يعني نحن موضوع صيانات المدارس ردت الامور من 2014 نعم تفضل ادرس ردت الامور لان 2014 نحن قلت لك وصلنا لعند تعاقد مع شركه وسميتها باسم الشركه واعطيتها رقم العقد. بعدين في 2014
ووقف الموضوع، تابعنا الموضوع، اتضحنا ديوان المحاسبة لغاء جميع العقود. داعي نحن لم نفهم هل نتيجة عدم تحين جديد التعاقد، هل نتيجة إجراءات معينة. اتضح أن الموضوع ما ردش مثلا للمصلحة القائمة أنا ذات ترافي تعديل إجراء التغل العقود. البديل احنا قالوا لنا حتى القيمة المالية اللي كانت محدودة، كانت طيبة الأسهم لما تمشي للمصلحة في ترافي تقول لك طيبة الأسهم بلدية القبة قيمة المشروع مليون. واضح يعني المشروع بالقيمة. المشروع التغل عقد والقيمة تم إعادة تخصيصها في أمور أخرى. الله أعلم. نحن ما وقفناش عند الموضوع هذا يا باشمهندس. مليون هذا تبنوا المليون هذا ينبنى به مدرسة أخرى، مش تصينوا مدرسة قديمة. لا نحن نحكي لك مش مثلا كقيمة، هذا طبعا ما بدوش ندخلوا في أمور فنية وتفاصيل. هو هذا كان سؤالي بدري وأنت وقفتني عليه يا باشمهندس. هذا كان سؤالي اللي كنت نقوله لك بدري. موضوع الصيانات هذا يعني موضوع حتى من قبل 2014، ان كان صيانه طيبه الاسم توقف بعد احداث 2014 وانقسام المؤسسات والحكومه والوزارات الى اثنين وتعذر الموضوع، لكن حتى ما قبل عام 2014 موضوع صيانه المدارس موضوع كبير وشائك فيه الكثير من الفساد. يا اخي يعني في مدارس قريب تصين كل عام، هل يعقل هذا خاطئ انه عقود بالاف الدينارات يعني، وفي النهايه بعد ما جيت قام بخيل لك جير وجه جير على على يعني صيانات نقول لك هي بالاف الدينارات، لكن بعد ما جير على الواقع تلقاها صيانات لا تكلف ربع المبالغ المرصوده. وبعدين يا اخي حتى لو كان مليون ولا مليونين تلقاها بعد عام المدرسة تعاني ويبان لك أسوأ حتى من مما قبل الصيانة، فكيف تفسر ذلك يعني؟ هو نحن كيف نحن طبعا على أساس تكبر فيها، نحن رانا نحن بعد حتى في المكتب، مكتب مصلحة التقنيات وسيادة المرافق التعليمية جبة استخدمت في 2013 للعلم. كان تابع للمصلحة التقنيات أنا ذاك كانت في دارنا، الفرع استخدمت في 2013. نحن طيب الثلاثة اللي استهدفناها في أولوياتنا، الأمر كما حكيت لك تو وقف نتيجة الأمور اللي حكيت لك عليها. ذات الحكومة المؤقتة، المكتب يتبع مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة التعليم في الحكومة المؤقتة. طيب. الفترة الأخيرة ومن خلال يعني حتى في آخر ما وصلنا إليها المكتب. الفترة الأخيرة من خلال الزيارة للعام الفائت اللي قامت فيها اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء رقم 118 لحلحلة الأمور والأزمات. صحيح. اللجنة اللي مشت على عدة مناطق وبلديات ووقفت على احتياج كل بلدية. نعم، زارت اللجنة هذه مدينة القبة. السيد مسؤول المنطقة التعليمية القبة مشكور السيد عبد السيد برواد، يعني كان حتى هو من ضمن اهتمامات، قال أول حاجة عندنا رانا عندنا مدرسة في المتهالكة، مدرسة الطفيخ، كما حكى مدير المدرسة في التقرير. نحن هذه الجميع ما نبغيش نعطي عنوان بش نخرج نفسنا من المسؤولية، لكن نحن بنخطط الصورة، نحن سنويا نخاطب فيها يعني الكتابات انتعاف المدير المدرسة هذين كل يحلل لنا، نحن دائما الكلام هذا كله يفيدوا فيه بالجهات المسؤولة. طيب. توصلنا مع اللجنة وضميناها من ضمن المشروعات المستهدفة حاليا. نحن قد ما نصلوش للمرحلة إنشاء مدرسة، لأن أنت عارف حتى المخصصات المالية بحكومة المؤقتة صحيحة، يعني نحن تو حولناها من الإجراء المطلوب هو أقل حاجة إنشاء 4 أو 6 فصول بإضافة كذلك ملحق دورات مياه، أقل شيء هذين يساعدهم في حل المشكلة إلى أن تستقر الدولة ويتم الاهتمام بالتعليم بشكل كبير، لأنه نحن ممكن طيبة ثلاث مراهي عينة، نحن راهي بشكل تعليم كبيرة. نعم. ثلاثية الجبة المكتب للعلم راهو يغطي في دراسة الثانوية في الجبة والأدرق والقيصر، لكن نحن مسلطين اليوم بما أن حصلت الحلقة جزء بتاع الحلقة المخصص حاليا للمدرسة الطيبة في الأسهم كمثال على مدارس كثيرة بطبيعة الحال.
نعم يعني نحن نعلم بأن هذه المشكلة تعاني منها مدارس كثيرة، ربما في القبة نفسها وفي كل ربوع ليبيا، في الشرق وفي الجنوب وفي الغرب. لكن يا سيد أنيس، لا نحن ما زلنا ما وصلناش للخلاصة، خليها شوي الخلاصة يا باشمهندس، خليها في آخر الفقرة، ما زال عندي أسئلة. طيبة الاسم هذه شكلها هي اسم بالاسم بس، هي طيبة الاسم على الواقع يعني مش طيبة بكل هذه المدرسة. لكن السؤال يا باشمهندس، أمتى يعني هذه المشاكل أمتى بدأت في الظهور؟ يعني نحن نتحدث عن حقبة زمنية 2013-2014-2017 وما بينهما، لكن هذه المشاكل العويصة، هذه الفصول اللي بالزينق وبالبراريك، أمتى بدأت في الظهور في مدرسة؟ متى بدأت هذه المشكلة في الظهور؟ أعتقد قبل هذا التاريخ بكثير، أليس كذلك؟ يوفق الرأي أن الفترة الأخيرة يعني حتى من قبل ثورة 17 فبراير يعني كان في إهمال في جانب التعليم، يعني كان حتى الأمور هذين يعني إذا هو على حسب التقرير اللي شفناه أن المدرسة من 71 إلى 2018 قائمة ما زالت صفيح، يعني تعاقب حتى في أيام ذروة الدولة، يعني ما نقولش ان نحط المسؤوليه على نعم هذا هذا اللي خلاني نسالك. يعني واضح بان هذه مشاكل موجوده في مدرسه طيبه الاسم في بلديه القبه يعني قبل عام 2013 بكثير، يعني بالتالي اين هي الدوله بمؤسساتها قبل وبعد 2011 من هذه المدرسة؟ يعني معلش قبل عام 2011 كانت في صيانات وكانت في عقود وفي مدارس تصين، لماذا كانت هذه المدرسة يعني خارج مخططات الدولة وأجهزتها ومشاريع صيانة المدارس؟ يعني لو كان هذه المدرسة حظيت بصيانة جيدة عام 2011 ولا 12 ولا حتى قبلها، ربما كان وضعها أفضل بكثير من الآن، يعني كان درجة السوء فيها أقل مما هي الآن، أليس كذلك؟ اوكي كلامك يعني كلامك اصاب كب الحقيقه، لكن نحن رانا سوا في المسؤوليه لما بدناش نسالوا ليش وليش الكلام حجزنا الامور واضحه، فنحن نحن لما نبص ضده ليش وليش، نحن سوا في امر واقع، مدرسه طيبه لازم مدرسه صفيح تعاني، ست طلبه ما يدرسوا لما يكون يوم شديد الامطار مدير المدرسه يعطلها، لما يكون يوم شديد الحراره مدير المدرسه يعطلها. نحن تو هي المسؤوليه اللي الشيء اللي يحط نفسه حاليا هو شنو الحل. نحن كمكتب حتى طبيعه مكتب اشراف ومتابعه، يعني حتى الذمه الماليه نحن نستقطع فيها عن طريق المصلحه وقائمه حاليا في صحيح. يعني ما عندناش ذمه ماليه خاصه بنا نقدروا نصدروا قرار ونقدروا نقسطوا الاموال الكافيه، نحن عباره ان مثلا قرناها فيما يخص انشاء عندهم جميع الاجراءات الخاصه بالانشاء، فيما يخص الصيانه العاجله والله يعني الصيانه العاجله ما عندكش كيف تصين الا اذا كان حتى درجه المياه انهم يصينوا لما فيش كرسي، يعني نحن في محتاج قاعدين امام مقبله. فيما يخص الحلول الاخرى، الحل اللي قلناه نحن كمكتب ان نحن اقل حاجه اللي كان يوفرنا مبلغ معين نقدروا اقل حاجه يوفروا لهم اربعه او عدد ست فصول ومعان دورة مياه، اقل حاجه للطلبه الموجودين حاليا يدفع حل مؤقت الى ان الدوله تشوف الموضوع هذا بشكل رسمي، لانه نحن حتى في النموذج اللي نحكي عليه بدري بتاع ست فصول اللي قلت لك قيمته مليون نموذج يعني كان حضاري، نموذج شامل جميع وسائل النظام، شامل جميع المعامل العلميه، كذلك المراسم، كذلك الملاعب الرياضيه، يعني حتى موجوده فيه يعني منظومه مراقبه كامله، بالاضافه الى منظومه معالجة مياه صرف الصحي تخليهم مياه صالحة للري، يعني كان نموذج جميل. يعني هو كان حتى مدير المدرسة المليون شفت انك مدير المدرسة كبير الاستاذ عمر الصافي، مدير المدرسة كانت كويسة. نعم مدير المدرسة الاستاذ عمر الصافي يعني كان يقول حتى يعني كان منخفض شوي سقف
المطالب، كان يقول حتى لو تم توفير فصول متنقلة لائقة حتى هذا مقبول على الأقل، يعني يخرج هؤلاء الطلبة الصغار من تلك الفصول المتهالكة جدا يعني. بالتالي لا أعرف هل تحقيق هذا المطلب صعب حسب المعطيات اللي أنت تشوف فيها يا باشمهندس؟ فيما يخص الفصول المتنقلة حتى هو يعني يقدر نشوفه أن حل مؤقت كما راى مدير المدرسة، بس الفصول المتنقلة يعني هي في الأساس يعني عبارة عن تريلات. نعم بس تريلا عاد أهون من تريلا باشمهندس، يعني في تريلا عاد أهون من تريلا. شوف يا سيدي، نعم سيدي نبيل، نحن والله شوف نحن الكلام اللي صار في هذا السبب رانا والله يعني خطفنا، طلبنا فصول حتى بشهادة مسؤول المدرسة التعليمية جدة، طلبنا فصول متنقلة، طلبنا يعني عدد يعني من ضمن المدرسة. ما جيناش الابواب اللي تركناها يعني كلهم مخلف انتعاش عدم وجود مخصصات ماليه من وزاره التعليم في الحكومه المؤقته. اي نعم، نحن كل جميع المخاطبات يتم في حاله كل المصلحه ونتابعوا فيها، يطلع المصلحه ينزل عند وزاره التعليم عند وكيل سواء الدكتور عبوب او سواء الدكتور سالم بخاتي. طبعا نحن كمكتب في مدرسه تربيتنا والجهه اللي نتبعها هي الحكومه الليبيه المؤقته، يعني نحن الابواب اللي ننطلقوا فيها هي مصلحه التقنيات وزياده المرافق التعليميه التابعه للحكومه الليبيه المؤقته. ما درناش اي اتصال باي قناه اخرى، لان نحن كما تقول حتى يعني نشوفوا فيها ان هي الحكومه الليبيه الشرعيه. هذا الجانب، دخلنا عليه كل مكتباتنا مخاطباتنا موجوده قدامهم. برضو كما قال لك الموضوع يعني حتى مدير المدرسه سوى عيان المنطقه وولي الامور يعني وصلوا انهم قابلوا مستشار عجيل صالح رئيس مجلس النواب. نعم. السيد عبد الله السني حتى هو في زيارته ومطابقه العميد بلدية القصه برضو تصرفوا الامور هذه يعني اليوم هم كانوا يقولوا تطرقوا الامور عديده اللي كانت تعاني منها البلديه، لكن من ضمن القطاع التعليم وبالذات لما نبرق على قطاع التعليم في الجبهه المشاكل حتكون اولوياتنا في الحياه حتكون على قيد الكاتب، لان هذا يعني لما تجيك التحليل الجيزي ودوله بتروليه وما زال فيها مجالس صفيح يعني شيء مؤسف، لكن احنا هذا امر واقع. نعم. نحن كانوا يقولوا امر واقع وللاسف لا يعيشه الا هؤلاء الطلبه. نعم نحن رانا يا 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 سيد جميل ممكن تطرقنا في مشكله شوي بالعلميه، نحن عندنا مثل شاب يقول لك تعادل الرياح وجاز سيد عسكري. نحن وجدنا ارواحنا في حكومتي والضحيه هي المدرسه والطالب، يعني نحن ما عندناش مشكله ان الجهه اللي الكلام من خلال منبرك للجميع. الجهه اللي تقولنا والله هذه المسؤوليه عامه والشخص اللي يقولنا بما اني موجود في اي منصب في الوزارات او الاجسام التنفيذيه يقول يتدخل لنا نحن حتى الامور كما تقول القنوات اللي المكتب مصلحه التقنيات المنطقه التعليميه جبهه وزاره التعليم. نعم. يعني نحن مستعدين حتى هذين نهجوهم من اجل ايجاد حل هذه المدرسه، احنا حتى فكرنا اننا ندير قناه مع الامم المتحده توصل المدينة اليونسكو ويشوفوا الموضوع هذا. نعم. هذه تعتبر قلعه علميه وفيها طلبه ومن حقهم انهم توفر لهم الظروف الملائمه من اجل العمليه التعليميه. نعم، ورغم ان هذا يعني قد يكون الحل الاخير بعد ما الواحد ييأس ان هو يلجا الأمم المتحدة أو منظمات خارجية للالتفات لهؤلاء الطلبة ولمدارس مثل هذه المدرسة، في الحقيقة هذا شيء مؤسف. يعني كيف نظام الشحتة في دولة غنية مثل غينيا ليبيا لا قبلها ولا بعدها خصوصا في منطقتها وإقليمها، يعني فيعني إن شاء الله تجينا الحكومة القادرة على ضخ الأموال في أوجهها الصحيحة وحتى يتنعم الليبيون ويدرسوا في مدارس لائقة ويعالجوا في مستشفيات لائقة، ومش حنقول يمشوا يعالجوا برا على حساب الدولة، لا يأتيهم الاستشاريون داخل ليبيا ويعالجوهم
في بلادهم جوا ليبيا، هذا كله مش مستحيل نقدر نديروه بفلوسنا يعني، وفلوسنا موجودة ما شاء الله يعني. لكن الإرادة السياسية، الإرادة السياسية الحقيقية هي اللي نحتاجها فعلا حتى يتحقق كل ذلك، ومع الله صعيب، قال هذاك الراجل. شكرا لك يا باشمهندس أنيس موسى دومة من مصلحة صيانة المدارس التعليمية التابعة للحكومة المؤقتة في بلدية القبة، شكرا جزيلا لك. وهذه مدرسة كيف ما حكينا واقع مرير يحكي عن قصص كثيرة لمدارس مشابهة موجودة في ربوع هذا البلد الغني بثرواته وبعقوله، لكن للأسف الشديد مش غني لهذه الدرجة بسياسيه وبإرادته، إرادة المؤسسات الحقيقية الموجودة في الدولة الليبية حتى تتوحد تتوافق تلم شملها وتلم شتات الليبيين وتجعلهم يعيشون مثل غيرهم حياة لائقة، مش هنقول حياة يعني منعمة على الأقل نسبة لما حباهم الله من نعم وخيرات. كان يقول المدير المدرسة مدرسة طيبة الاسم، ولا هي طيبة أبدا، هي اسم فقط مثل ما ذكرنا. من يأتي ويشاهد هذه المدرسة بالعين المجردة سوف يرى بأنها يعني في درجات سيئة جدا وفي فصول متهالكة ووضع مزري يعني. لكن نقوله يعني كان مدير المدرسة يقول نحن حتى لو فصول متنقلة ما راضين بها، أهم شيء يطلع الطلبة من هذه الفصول أو يتم صيانتها. وكان يعني ربما يعني كان يتحدث الضيف ان التريلات وكذا، بالك التريلات هذه اللي يدزلنا فيها في بلوك وفي ميه ما تصلحش وفي مش عارف حاجات يعني ضمن الاعتمادات المزوره وسرقه المال العام، لو هذه التريلات داروها المدارس وفتكوهم كان اولى واحسن واثمر من هذه الاعتمادات المزوره اللي تعبأ بالهواء وبالفساد وتجينا للموانئ وتسرق اموال الاعتمادات وتوضع في جيوب الافاقين واللصوص. انتهى أكثر متابعينا الكرام، لا أكثر، أشكركم على حسن المتابعة. جل هذه الحلقة رسائل موجهة للمسؤولين إن كانت لديهم سلطة وإرادة حقيقية لفعل شيء. دمتم وفي أمان الله.